الأكبر عن تشكيلة العهد بالمقابل لسينا سورو وديريك هن الموجودين ايضا خارج تشكيله الرسمي. فعلا مع صافره انطلاق المباراه يعني عباس عطوي راح يكون له مهمه بالتاكيد بالشوط الثاني، هذا امر متوقع انه مدرب العهد يقوم فيه بالشوط الثاني. على كل حال المباراه بدات وفرصه مباشره لمصلحه فريق الرسمي، ممكن تشهد مباراه اسرع اهداف البطوله، ممكن تشهد المباراه اسرع اهداف البطوله. هالامر ما حصل بعد مرور 19 ثانيه على بدايه اللقاء، الرسمي عم بيهدد مرمى، عم بيهدد مرمى العهد بأول فرصة. لاعب السابق بفريق العهد عدنان ملحم، شوفوا بأي طريقة عدنان ملحم الكرة دخلت أو ما دخلت من هالمكان، يصعب كثيرا الحكم على هالكرة. 10 على 10 لعباس كنعان بالحركة الدفاعية الأخيرة مع انطلاقة عهدوية بهالوقت. العهد سريعا أيضا إلى الهجوم يعني من دون جس النبض من بداية اللقاء، ممكن جول حسن شعيتو موني العائد الى تشكيلة فريق العهد. واي عودة عم بيعود موني، واي مباراة عم نشاهدها ببداية اللقاء، بداية نارية بين الفريقين عم تكون. عدنان ملحم من جهة الرسنج ومن جهة العهد، موني بتسديدة صاروخية هزت القائم الايسر وهزت الشباك الرسنجوية لتعلن عن اول اهداف المباراة، اسرع اهداف البطولة بعد مرور دقيقة و15 ثانية تماما. شوف موني بأي طريقة استلم من المكان اللي بيحبه تماما، موني من المكان اللي بيقدر موني يسدد بطريقة ممتازة باتجاه مرمى الرسنج ليهز الشباك الرسنجوية ويعطي التقدم لمصلحة فريق العهد 1-0 بعد ما أضاع عدنان ملحم، أو ما فينا نقول عدنان ملحم أضاع بعد ما عباس كنعان خلص الكرة من على خط المرمى. شوفوا حسن شعيتو بأي طريقة استلم الكرة وتسديده يصعب كثيرا على حارس مرمى الرسنج انه يصدها حسن حسين، يعني فعلا كانت البطولة رح تشهد اسرع اهدافها او يدخل، يعني لو فعلا عدنان ملحم قدر يهز الشباك العهدوية لكانت شهدت البطولة واحد من الاهداف السريعة بكل تأكيد. واحد يعني الهدف الاسرع بالبطولة يبقى من توقيع علي اسعد لاعب الريان بعد ما سجل بعد مرور 12 ثانية فاصلة، يعني بعد مرور 12 ثانية تماما كان علي اسعد هو صاحب اسرع اهداف البطولة ال 54، وكاد عدنان ملحم لو يهز الشباك كان دخل بدائرة الاهداف السريعة منا علي اسعد، منا بالتأكيد ايضا محمد قصاص بالاضافة الى شاد الشامي، وايضا عدة لاعبين كانوا سجلوا الاهداف السريعة ببطولة لبنان. فعلا مباراة نارية عم تبدأ على ملعب صيدا عم تجمع الرسنج والعهد، وامر كان متوقع بين الفريقين، امر كان متوقع انه تكون بداية بين الفريقين صاروخية. كنا عم نتحدث شربل عن الاهداف السريعة اللي سجلت ببطولة لبنان، اسرع هدف كان لعلي اسعد بعد مرور 12 ثانية فاصلة 13 كان سجل اسرع اهداف البطولة ال 54، هو بالمركز الاول بكل تاكيد، بالمركز الثاني محمد قصاص سجل بمباراة الحكمة والرسنج وانتهت النتيجة لمصلحة الحكمة 3-2، كان سجل بعد مرور 13 ثانية محمد قصاص بالوقت للرسنج عم بيحاولوا يهاجموا مرمى العهد، وبالمركز الثالث طارق العلي كان سجل بعد 13 ثانية ايضا فاصلة. المباراة كانت بين المبرة وشباب الساحل، انتهت 3-1 المباراة لمصلحة المبرة ب6-3 2011، بالمركز الثالث بالنسبة لأسرع أهداف البطولة. بالمركز الرابع كان العراقي مهند نعيم كان سجل بالثانية 15 بمباراة السلام زغرتا والإخاء الأهلي علي. شوفوا عدنان ملحم كان فعلا سجل واحد من الاهداف السريعه ببطوله لبنان اللي عم نتحدث عنها. اذا مهند نعيم سجل بالثانية 15 بمباراه السلام زغرتا والاخاء، وانتهت النتيجه 1-1 الاحد 11/4/1999. وشاد الشامي ايضا كان سجل بعد مرور 16 ثانيه، بعد مرور 16 ثانيه كان سجل بمباراة الأنصار والبرج، انتهت لمصلحة الأنصار 4-0. سامي الشامي، يعني ومن لا يذكر سامي شاد الشامي، ومن لا يذكر شاد الشامي هون اللي سجلوا الأهداف الخمسة السريعة، وهناك أيضا محمود حمود
مدرب شباب الساحل السابق كان له هدف سريع ببطولة لبنان، يعني على ما أظن بعد مرور 20 ثانية. على كل الأحوال الأهداف السريعة ببطولة لبنان يبقى عليه أسعد، هو أسرع أهداف البطولة، وكاد عدنان ملحم يعمل هالأمر اليوم بعد مرور ما يقارب ال 16 أو 17 ثانية. هذا أمر يحتاج لإعادة وإعادة الفرصة بأي لحظة. فعلا كان عدنان ملحم سيهز الشباك العهدوية، إنما بالمقابل كان حسن شعيطوموني له كلام آخر بتسديدة أكثر من رائعة. يعني للتوقعين ببداية المباراة فعلا عم يتحقق على أرض الملعب، بعد مرور ثواني كاد عدنان ملحم يفتتح التسجيل للراسينج، لكن الرد العداوي كان قاسي وقاسي جدا عبر كابتن العهد اليوم يلي هو حسن شعيطو موني، يلي قدر يهز الشباك بتسديدة رائعة. كان من المستحيل انه حسن الحسين يقدر يعمل شيء لهالتسديدة. موني معروف بذكائه عندما يسدد من خارج منطقة الجزاء. بنهاية الأمر العهد عم يتقدم 1-0، أمر جيد يلي عم يتابعوا المباراة، أمر جيد لجمهور العهد، أمر جيد أيضا لألنا لأنه المباراة رح تشتعل، وأيضا مثل ما حكينا استنادا لمستوى الفريقين ولمواجهات الفريقين بالموسم الماضي كان الراسينج والعهد عم يقدموا مباريات هجومية جيدة جدا، ولو أنه العهد كان فاز بمباراة الذهاب بالموسم الماضي 3-0 على الراسينج، بينما كان فاز الراسينج إيابا 1-0، هيدا الشيء بيعني كتير، بيعني أنه الفريقين متقاربي المستوى، وخصوصا أيضا بعد فوزهم بالمرحلة الافتتاحية. لو أنه الفوز ما كان مقنع للراسينج على المبرة العائد إلى الدرجة الأولى، بينما العهد كان فاز على منافس عنيد هو شباب الساحل 2-1. على كل حال الأفضلية بتبقى للعهد بالمباراة مع الكرة أيضا لحسن شعيطو. شو اللقطة الفنية من حسن شعيطو وحسين عواد أيضا عم يلعب كرة عديلة لطارق العلي. طارق العلي شو ممكن يعمل بالكرة داخل منطقة طارق؟ طارق طارق عم يلتف، عم يتخطى زهير عبد الله، ممكن يسدد زهير. تخطي طارق العلي لزهير مراد كان ممتاز جدا، والتسديده ايضا كانت ممتازه لكن ارتدت الى ركله ركنيه. هيدا اللي عم نحكيه، العهد خطر جدا باللحظات الاولى من المباراه، العهد قريب جدا من شباكه لحسن حسين. بعد ما كان حسن شعيطو تقدم بالهدف الاول، طارق العلي كان قريب ايضا من انه يهز الشباك مع ركله ركنيه ايضا مع علي القتاد العائد الى مستواه ايضا مع فريق العهد. علي القتاد بيلعب الكره الى داخل المنطقه، وحسن حسين هالمره كان الاقرب للكره. حارس مرمى الراسينج يلي برز بشكل كثير كبير بالموسم الماضي عم يلتقط هالكره، عم شوف الاعاده، شوفوا اللقطه الفنيه من موني. لاحظوا موني رائع جدا، فنان موني مع حسين عواضه ايضا يلي لعب الكره عرضيه باتجاه طارق العلي، وطارق العلي يعني برقابه زهير مراد قدر يتخطى لزهير مراد وقدر يسدد كره، لكن غير محظوظ انه كرته ارتدت من المدافعين الى ركله ركنيه. بدايه رائعه للمباراه، ما في افضل من هيك بدايه انه تكون للمرحله الثانيه من عمر بطوله الدوري اللبناني لكره القدم. العهد عم يتقدم على الراسينج 1-0 على ملعب صيدا البلدي. باختيار فانلي المدرب يلي عمل شغل كثير كبير مع العهد بالموسم الماضي وايضا مع انطلاق هالموسم، وكانت اولى الثمار الفوز بكاس النخبه على حساب النجمه على هالملعب بالتحديد، ونجم المباراه كان بوقت حسين عواضه يلي سجل هدفي الفوز للعهد مع كره ايضا لحسين الزين على الجهه اليمنى بيلعبها اماميه باتجاه المهاجم الوحيد الموجود حاليا حسن شعيطو، ايضا هيثم خدوج الظهير الايسر الفلسطيني يلي راح يكون امام مهمه كثير كبير اليوم، وهي محاوله ايقاف النجم الصاعد لاعب المنتخب الدولي حسين عواضه. هيثم خدوج يلي اجى من التضامن سور تيحل مكان وليد اسماعيل يلي انتقل للنجمه. حسين عواضه يلي عمل مشاكل كثير كبيره لوليد اسماعيل بنهائي كاس النخبه. هيثم خدوج ممكن يكون تلقى درس في حال حضر المباراه عن كيفيه مواجهه هاللاعب. حسين الزين بعيد الكره للخلف باتجاه ديالو، كره اماميه باتجاه طارق العلي، سريع جدا طارق العلي عم يخطف الكره من قدام بريشوس وعم يسدد كره بين يدي حسن حسين. يعني المباراه رائعه جدا، يعني مع كل هجمه في فرصه، وبريشوس النيجيري كابتن فريق راسك مصاب حاليا على ارض الملعب. يعني محمود ما بعرف اذا فينا نقول يمكن افضل بدايه لمباراه بالدوري اللبناني من فترة طويلة. فعلا من فترة طويلة يا شرب اللي عم تكون افضل بداية، فرصة كانت بمنتهى الخطورة، يعني تخلص الكرة عن خط المرمى كرته لعدنان ملحم. بالمقابل سريعا العهد كان روح عم بيسجل عن طريق
موني حسن شعيط والحركة الدفاعية اللي كانت ممتازة باللحظة الأخيرة، كانت بريتشوز أمام طار العلي السريع اللي قض على الكرة وقدر أنه يحصل على الكرة. أنا مع حركة الدفاعية اللي قام فيها صاحب الرقم 5 بريتشوز، يعني خلى النتيجة 1-0. عم شوف بالإعادة طار العلي كيف استلم الكرة، سبق الجميع طار العلي لحظة تسديده الكرة، بريتشوز كان عم يتدخل ويسهل مهمة حارس مرمى حسن حسين. بالوقت بريتشوز رح يقدر يتابع المباراة بكل تأكيد، لأنه بريتشوز واحد من أعمدة خط الدفاع، فعلا عمل موسم ممتاز الموسم الماضي بريتشوز مع الرسنج. يعني صار فينا نقول أنه بريتشوز مدافع لبناني بعد ما لعب أيضا مع المبرة بالدوري اللبناني، انتقل للرسنج واستقر بنادي الرسنج لدرجة أنه عم يحمل شارة قيادة هالفريق العريق. القلعة البيضاء يلي عم تعود لمستواها كانت بالموسم الماضي وعم تحل بالمركز الثالث على لائحة الترتيب العام بعد الصفا والنجمة، مفاجأة كبيرة كان عم يحققها الرسنج، وبالفعل نصب نفسه الحصان الأسود بالبطولة مع الكرة الأمامية أيضا باتجاه عدنان ملحم بيحاول يلعبها لبورستوم، مقطوعة من الدفاع الهداوي، عدنان ملحم أيضا لبورستوم، بول خطير عم بيسدد بخارج المنطقة، عم بيسدد وعم ترتد من ديالو. حسين عواضة أيضا عم يتبادل الكرة مع حسين دقيق. يعني العهد رغم غياب عباس عطي اونيكا، غياب المؤثر لكابتن العهد وافضل لاعبي العهد بلا شك، عم يقدر يكون ناري بالهجوم. الرسنج يلي اجرى تبديلات هجوميه يمكن مستغربه من قبل البعض يلي تابع الفريق بالفتره الاخيره، لاسينا سورو المهاجم العاجي عم بيكون موجود على مقاعد البدلاء، ايضا ديريك عم يكون موجود على مقاعد البدلاء، ويلي عم يسأل عن السبب بكل بساطة شوفوا العقلية الأوروبية، المدرب ليبور بالا وجد أنه في تراجع بمستوى اللاعبين الأجنبيين العاجل لسينا سورو والنيجيري ديريك، وبالتالي وضعهم على مقاعد الاحتياط ودفع اليوم ببور رستم إلى جانب عدنان ملحم بخط الهجوم وأيضا سيرج سعيد بخط الوسط لمساندة هالثنائي الهجومي. هيدا معهد احتياط فريق الرسنج. كنا عم نشوف امامنا ايضا لسينا سورو مع الكره الاماميه يلي بتوصل مباشره لعند حسن حسين. هيثم خدوج الظهير الايسر يلعب كره طويله باتجاه عدنان ملحم مع ابو بكر ديالو، رح نشوف كثير هالكرات الطويله يلي بيعتمدها فريق الرسنج، بحاول دائما يلاقي المهاجم عدنان ملحم بالخط الامامي. عدنان اللي كان سجل هدف مميز جدا امام الممر بالمرحله الافتتاحيه، منح فيه النقاط الثلاثة الأولى هالموسم لفريقه بالدوري اللبناني مع عباس كنعان المنقذ بالنسبة للعهد. اليوم فينا نقول بعد ما أبعد الكرة عن خط مرمى لوحيد فتيل كرة عدنان ملحم يلي كادت تغير النتيجة، كان ممكن كتير نشوف الرسنج 1-0. معالي حمية بيلعبها لزهير مراد، مراد باتجاه بريشوس، بريشوس ايضا لزهير مراد. الرسنج عم يحاول يبني الهجمات من الخلف مع حميه ايضا على الجهه اليمنى بيلعب كره طويله باتجاه عدنان ملحم، مجددا الكرات الطويله هن الحل بالنسبه للرسنج وخروج وحيد فتال لابعاد هالكره. ممتازه كانت من وحيد فتال لكن في اصطدام مع عدنان ملحم يلي بيبقى على ارض الملعب. يعني محمود يلي عم نشوفه والهجمات الرسنجاويه بالدقيقة الأولى وخصوصا الكرات الطويلة اللي عم يلعبوها بظهر دفاع العدو، عدنان ملحم عم يوصل عم يقدر يوصل لهالكرات، هيدا بيوضع علامة استفهام بعض الشيء على دفاع العهد تحديدا. فعلا واضح انه هناك مشكلة بخط دفاع العهد، سيعاني فريق العهد مع دقائق المباراة المقبلة. وكنا شاهدنا فرصة عدنان ملحم الأخيرة وتدخل كان قانوني من حارس مرمى العهد وحيد فتال، كان أصاب الكرة من ثم أصاب عدنان ملحم، لهالسبب الحكم أمر بمتابعة المباراة. هذه كرة عهدوية بالوقت بوسط الملعب، محاولة العهد مع هيثم فاعور، هيثم فاعور بكرته الأمام اللي عند حسين دقيق، أيضا لعلي القتات مع كرة لعند حسين زين صاحب الرقم 16 بالوقت لهيثم فاعور، بيترك الكرة تمر وكرة سهلة جدا بتروح لعند حارس مرمى العهد وحيد فتال اللي عم بيقدم مستوى لافت بالفترة الأخيرة. وحيد فتال مع عباس كنعان، كرة لحسن حمود، أيضا الكرة عهدوية والمحاولات دائما عم تكون عهدوية بوسط الملعب مع موني،
الكرات الطويلة باتجاه حسين عوضة، لما كرة تنقطع من بريتشوز مع بلوط علي. أيضا الرسنج عنده محاولات، يعني من دون أن يهدأ لاعبي الرسنج عم بيحاولوا المحاولات من أجل صنع الخطورة أمام مرمى العهد. هذه تمريرة طويلة إلى خارج أرض الملعب، ركلة مرمى لمصلحة فريق العهد. التقدم 1-0، التقدم عهداوي بالمباراة بعد فرصة كانت خطيرة لمصلحة فريق الرسنج عن طريق عدنان ملحم. وصلت الكرة بهجمة مرتدة سريعة لعند موني حسن شعيتو، يسدد تسديدة صاروخية هزت الشباك الرسنجوية وأعطت التقدم لمصلحة العهد. هذه الكرة عهدوية، تنقل الكرة بشكل ممتاز من لاعبي فريق العهد، بتعود الكرة لعند حسين الزين. حسين الزين كرته مقطوعة وتماس لمصلحة فريق العهد. دخلنا على الدقيقة 16. شوفوا موني، اللقطة الفنية الرائعة من موني، كل الثقة موجودة عند حسن شعيتو. موني بعد تسجيله أول أهداف المباراة، ومع دقيقة اللي بيسدد من بعيد، نعم تسديدته بعيدة عن مرمى حسن حسين. حسين دقيق صاحب الرقم 8. أيضا محاولة الرسنج بهالوقت، الكرات الطويلة وتسلل واضح. يعني عدنان ملحم كان فكر مرتين للانطلاق لهالسبب، كان الحكم المساعد الثاني بالوقت اللي عم نشوف وحيد فتال كيف خلص الكرة من أمامه لعدنان ملحم. الحكم المساعد الثاني علي سرحال لهالسبب تأخر برفع الراية على أساس إنه عدنان ملحم ما كان رح يتحرك مع الكرة الأخيرة، مع الخطأ لمصلحة فريق العهد بهالوقت، مع هيثم فاعور. الكل بيعرف هيثم فاعور بالشعر الطويل، إنما هيثم فاعور لوك جديد مع بداية الموسم الجديد، ودائما عبر شاشة الجديد، ومع الفرصة العدوية وهالتسديدة، إنما تسديدة بعيدة عن مرمى حسن حسين. تسديدة بعيدة والحكم بشير إنه هناك ركنية لمصلحة فريق العهد. عم شوف بالإعادة هالحالة التسلل. صعب الحكم على الحالة الأخيرة، مع الركنية بتتنفس بشكل قصير. كرة لعند حسين دقيق، بتخ منطقة الجزاء، بيلعب كرة عرضية، بتنقطع الكرة، بتعود الكرة رسنجوية، دائما الكرات باتجاه عدنان ملحم، إنما بتنقطع الكرة من عباس كنعان، حسن حمود لوسط الملعب لعند هيثم فاعور، بيعيد الكرة للخلف لعند ديالو، بيسيطر على الكرة ديالو كرته للأمام لعند سينو، بيحاول يحصل على الكرة، إنما الكرة بتنقطع، بتعود الكرة رسنجوية، الكرات الطويلة، إنما ديالو موجود لا يقطع الكرة مع حسن حمود، أيضا مع تدخل عباس كنعان، بيوصل الكرة عباس كنعان، صاحب خبرة كتير كبيرة، عباس كنعان بيسيطر على الكرة بالشكل الصحيح، بيحمي كرته، لا زال عم يحمي كرته، بده يحاول يمر عباس كنعان أو يمر الكرة، هالأمر بيحصل، بيمر الكرة للأمام، إنما بتعود الكرة لمصلحة الرسنج مع علي بلوط صاحب الرقم 7، كرته لعند علي حمية، حمية. المحاولات الرسنجوية خطيرة ممكن تكون هالمحاولة العرضية، إنما كرة بتنقطع وبتعود لمصلحة فريق العهد مش لوقت طويل، إنما كرة بيضاء بتبقى داخل منطقة الجزاء ومع التسديدة، إنما تسديدة بتتخلص وبتعود الكرة لعند ديالو مع هيثم فاعور، تنقطع الكرة وبتعود الكرة لمصلحة خط دفاع فريق الرسنج عن طريق زهير مراد صاحب الرقم 3. زهير مراد كرته طويلة، تنقطع الكرة أيضا لعند زهير مراد، بيسيطر على الكرة زهير، كرة باتجاه عدنان ملحم، عدنان ملحم وديالو بيحمي الكرة بالشكل الصحيح، ديالو توصل الكرة لعند وحيد فتال اللي من جهته بيلعب الكرة سريعا للأمام، كرة لعند هيثم فاعور، العهد عم يبحث عن الهدف الثاني، بمر سينو بعده عم يتقدم صاحب الرقم 17 حسين عوضة، بيحاول المرور لوحده، للمفترض يلعب تمرير حسين عوضة، يعني بالغ كثيرا صاحب الرقم 17. شوفوا اللاعب عندما بيبالغ، بيحاول يمر بالوقت اللي لازم يلعب تمريره، يعني اضطر حسين عوضة من اجل الخطا اللي اخطاه انه يرتكب خطا ويحصل على بطاقه صفراء. هون اللاعب لازم ينتبه بشكل كثير كبير، لو انه اختصر صاحب الرقم 17 حسين عوضة كل هالامور ولعب باس الى احد زملائه كان ما اضطر يعمل هالخطا اللي عم نشاهده امامنا. لو الخطا كان اقصى من هالخطا اللي شاهدناه ممكن كانت الامور تكون مختلفه تماما بالنسبه لحسين عوضة. على كل الاحوال المباراه عم تتابع مع كره عهدويه، كره للامام تنقطع من بريشوز، حسين زين، عباس كنعان،
مع محاولات فريق العهد، دائما مع الاتات مع الكره الطويله، انما سهله هالكره بين يدي حارس مرمى الرسنج حسن حسين. شاب بالاعاده، هالتدخل كان من حسين عوضه على محمد مطر، بده ينتبه حسين عوضه. كلنا بنعرف محمد مطر واحد من اللاعبين عندهم قساوه كثير كبيره على ارض الملعب. ايضا مع العهد حسن حمود، الكره اللي عند عباس كنعان بهدوء لاعبي فريق العهد مع تعليمات المدرب اختيار فنلي. المدرب اللي غير الكثير باداء فريق العهد، مدرب هادئ الى درجه كثير كبيره على ارض الملعب مع الكره الطويله، كره عهدويه خطوره لازالت لمصلحه فريق العهد بهالوقت مع الكره داخل منطقه الجزاء. طارق العلي بيحاول يمر وتدخل من حسن حسين بيلتقط الكره. شوط اول شارف على الانتصاف والنتيجه هي تقدم العهد 1-0. هدف سجل بالدقيقه الاولى عن طريق موني حسن شعيتو. ايضا كره لمصلحه فريق الرسنج مع محاوله الرسنج خطيره، المحاوله الرسنجوي داخل منطقه الجزاء ممكن هدف تعادل لما الكره بتتخلص. خطيره المحاوله الرسنجويه داخل المنطقه العهدويه والعهد بينطلقوا بالهجمه المرتده، ممكن تكون خطيره ايضا. مباراه ناريه بين الطرفين عم تكون ببدايه اللقاء. فرصه خطيره لمصلحه الرسنج، هدف اول للعهد والفرص عم تتوالى على المرمرين، هذه وحده منهم لمصلحه فريق الرسنج مع محاولات الرسنج بهالوقت. التمريره الاماميه باتجاه عدنان ملحم، ودائما عدنان ملحم عم بيكون حاضر، انما الحاضر الاكبر هو حارس مرمى فريق العهد وحيد فتال مع حسن حمود. شوف هالمرور المميز كان، والكره العرضيه وصلت لحسين زين. شوف باي طريقه خلص الكره حسين زين بكل هدوء اعصاب، حسين زين خلص الكره واكثر من هيك وبنى هجمه لفريقه من داخل منطقه الجزاء. عاده المدافع بيقول داخل المنطقه من المفترض انه يشتت الكرات للامام، انما حسين زين تصرف بطريقه ممتازه بطريقه كره القدم الحديثه. لاعب عنده رؤيه، واضح المستوى المميز لحسين زين. ايضا مع العهد مع المحاولات العهدويه بهالوقت مع كره للامام باتجاه شعيتو وخطا بهالوقت لمصلحه فريق العهد. بريتشوتز مستعجل بكل تاكيد، فريقه متاخر 0-1. حسين دقيق موجود، حسين دقيق موجود خلف الكره راح يسدد مباشرة. حسين دقيق بتقدم بسد تسديدة قوية وبعيدة كل البعد عن مرمى حسن حسين، محاولة إذا من حسين دقيق من تسديدة بعيدة المدى. حسين دقيق صاحب الرقم 8 اللي عم يظهر أمامنا على الشاشة حاول إنه يسدد من مسافة بعيدة، يعني الفكرة ممتازة من حسين دقيق إنما كرته كانت بعيدة عن مرمى حسن حسين. يعني شرب العهد متقدمين 1-0، وأيضا محاولات العهد عم تكون جديه، انما بالمقابل فريق الرسنج ما عم يسكت بالمباراه، يعني عم بيحاول عن طريق عدنان ملحم والكرات الطويله وسير سعيد ايضا على الجهاز، محاولات عم تكون يعني شبه خجوله لفريق الرسنج. ما فينا نقول انه فريق الرسنج قادر يتابع المباراه بهالطريقه، خصوصا انه الكرات الطويله ما عم تخدمه بالشكل المطلوب. فريق العهد بلش يقرا الاستراتيجيه المعتمده، الاستراتيجيه الهجوميه المعتمده من قبل الرسنج، عم يقدر يتعامل دفاع العهد مع كل الكرات الطويله يلي عم تلعب ساقطه باتجاه منطقه وحيد فتال. حسين دقيق يلي موجود اليوم بخط الوسط، لاعب يقدر يلعب بكل المراكز بعد ما انتقل من مركز الظهير الايسر الى الظهير الايمن بالمباريات الاخيره، عم يترك مركز الظهير الايمن لحسين الزين تيلعب هو بخط الوسط الى جانب هيثم فعور. يمكن هيدي ميزه لاعبي العهد، وهذا المدرب يعني باختيار فانلي امر مبسوط فيه ومحظوظ ايضا باختيار فانلي، بما انه عنده العديد من اللاعبين اللي بيقدروا يشغلوا اكثر من مركز، اذا كان هيدا واحد منهم هيثم فعور يلي بيلعب بخط الوسط وبمركز قلب الدفاع ايضا. حسين دقيق بيقدر يلعب بخط الوسط وبمركز دفاعي ايضا.
مع الكرة أيضا لعلي الأتيت بوسط الملعب. علي الأتيت بيلعب كرة لهيثم فعور، تبادل للكرات بالخط الخلفي عند فريق العهد مع ديالو، بعيدة للخلف باتجاه وحيد فتيل تحت ضغط عدنان ملحم. فتيل بيلعبها لعباس كنعان. عباس كنعان أيضا من دون استعجال فريق العهد، يعني عم بيحاول يبني على هجمات مع موني، والانطلاق السريع من موني بيلعبها للدقيق. دقيق شو ممكن يعمل بالكرة، عم يلعبها لحسين عواضة خطيرة جدا مع رقم 17 على جهة اليمنى، عم يلعب كرة عرضية بعيدة جدا عن موني. موني يعني يلي كان عم يدافع عليه الحكم جميل رمضان مع الكرة أيضا. علي الأتيت، علي الأتيت عم يتقدم بالكرة، عم يبحث عن المساندة، بالفعل بيلعبها لحسين دقيق. حسين دقيق عم يسقط على ارض الملعب، الحكم بيقول ما في شيء وبيامر بمتابعه المباراه مع سيرج سعيد. ايضا انطلاقه سريعه من سيرج سعيد، سيرج بيلعبها لعدنان ملحم، ما هو بيرصه بداخل المنطقه، راح يلعب له بالفعل عدنان ملحم، توصل كره سيرج سعيد، ممكن نشوف هدف تعادل، هتلا نشوف هدف تعادل. عدنان ملحم، عدنان ملحم ايضا، عدنان ملحم ايضا وبيسقط داخل المنطقه. خطر جدا راسك عند ما بيرمي الهجمات، هيدا اللي كنا عم نحكي عنه، العشوائيه ممكن كثير ما تفيده للفريق الابيض، بينما الهجمات المنظمه والمنسقه ممكن تفيده كثير، وهيدا الامر يلي شاهدناه باللحظات الاخيره، والهجمه كانت بين سيرج سعيد وعدنان ملحم. رح نشوف طبعا بالاعاده كره عدنان ملحم لو مرت بمرحله اولى، عدنان ملحم حاول يلعب كره عرضيه عم ترتد من الدفاع، وصلت لسيرج سعيد يلي لعبها عرضيه، بورستوم كان بالانتظار، لكن كره سيرج سعيد انقذها الدفاع، وبالتالي نجي مرمى وحيد فتال من هدف التعادل. فعلا مباراة سريعة جدا، فعلا مباراة مثيرة جدا لحد اللحظات بعد مرور 27 دقيقة تماما. العهد متقدم على الراسينج 1-0، لكن كل شيء ممكن يصير بهالمباراة، الاحتمالات كلها مفتوحة، وخصوصا انه الفريقين عم بيهاجموا عم بيهاجموا عم بيهاجموا، ما عم يتوقفوا على الهجوم. مع حسين عواضة ايضا على الجهة اليمنى بعيدة لحسين دقيق، موني ايضا التبادل الكره رائع. حسين دقيق، حسين دقيق عم يحاول يخترق، حسين دقيق بطريقه فنيه عم يحافظ على الكره بعيدة للخلف باتجاه علي الاتيت، علي الاتيت ايضا مع موني، بعده الفريق الاصفر عم يلعب هالكرات القصيره بطريقه فنيه جميله مع حسين عواضة، ايضا بيلعب كره عرضيه وحسن حسين كان الاقرب لها، طارق العلي طار بالهواء حاول يلعب الكره براسه، لكن حسن حسين هو يلي تمكن من التقاطها مع هجمه مرتده سريعه ناحيه الراسينج مع طارق حلوم ايضا لاعب الانصار السابق، بيلعبها لعدنان ملحم، عدنان ملحم، عدنان بيسدد من بعيد وكره بترتد ايضا الى ركله ركنيه، ركله ركنيه لمصلحه الراسينج هالمره مع سيرج سعيد يلي بيتوجه لتنفيذ الركله. هيدا عدنان ملحم امامنا اخطر مهاجمي الراسينج بالمباراه ولاعب العهد السابق. الكورنر الاول لمصلحه الراسينج، هل رح يحمل معه الهدف الاول للقلعه البيضاء؟ سيرج سعيد عم ينفذ الركنية إلى داخل المنطقة، عم يتطولها زهير مراد، لكن الكرة بتمر عن الجميع إلى رمي التماس لمصلحة العهد. الضغط عم يخف عن منطقة العهد، خطير جدا الراسينج، شوفوا التبادل الرائع للكرات القصيرة بين موني وعلي الأتيت، واللقطات الفنية اللي عم يقوم فيها كابتن فريق العهد اليوم، بالفعل عم يمتعنا موني بهاللحظات بفنيات عالية جدا. حسن شعيتو عم يتعامل مع المدافعين يلي عم يواجهوه، ديالو ايضا بايد الكره لعباس كنعان، كنعان بيتقدم بالكره، حسين دقيق، دقيق بوسط الملعب بيلعبها لعلي الاتيت، وسط ملعب العهد هو مركز التقل بالفريق بهاللحظات مع حسين الزين ايضا ظهير ايمن منتخب الشباب واللاعبين الواعدين جدا بالدوري اللبناني، رح تسمعوا كثير بهالاسم ورح تسمعوا كثير عن هالاسم ايضا. حسين الزين كنا شاهدناه بالموسم الماضي قدم مباريات كبيره لعل ابرزها المواجهه مع النجمه عندما استطاع توقيف حسن المحمد والحد من خطوره الرقم 7 عند فريق النجمه مع حسين الزين ايضا يلي عم يتلقى هالكره بيلعبها لحسين عواضه، عواضه عم ينطلق سريع جدا على الجهه اليمنى، هل يلعب كره عرضيه؟ بالفعل حسين عواضه عم يلعب كره عرضيه وبيبعدها الدفاع ايضا، زهير مراد هو اللي كان على الانقاذ. خطر جدا العهد، خطر جدا، ما في مزح امام حسين عواضة عندما ينطلع على الجهه اليمنى، بيقدر بلحظات كثير قصيره يتخطى حيلا مدافع ويلعب كرات عرضيه خطره. هالكره ايضا اللي كانت باتجاه طارق العلي لولا وجود زهير مراد كان ممكن كثير نشوف الهدف الثاني للعهد.
والمباراة يلي عم تتوقف بهاللحظات لمعالجة حسن شعيتو على الأرجح هو اللي موجود على أرض الملعب مع طبيب نادي العهد محمد عياش أيضا اللي عم أو علي الأتات هيدا علي الأتات فعلا يلي موجود على ارض الملعب اصيب كان بهالكره عم شوف حسين عواده باي طريقه تخطى لها هيثم خدوج ولعب الكره العرضيه زهير مراد يعني بالمكان المناسب وبالوقت المناسب اللاعب الرقم ثلاثه عم ينقذ مرمى اكيد كان طارق العلي عامل شيء بهالكره كان قريب جدا من شباكه لوحيد فتال على كل حال المباراه رح تستأنف مع ركله ركنيه حسين دقيق بنفذها للخلف عند حسن حمود يلي ما شفنا اليوم انطلاقاته على الجهه اليسرى حسين دقيق عم يلعب كرة عرضية إلى داخل المنطقة، حسين عواضة كان بالانتظار ومحمد بطل هو اللي عم يبعد هالكرة باتجاه بريشوس أو هيثم خدوج طارق حلوم أيضا حلوم عم يحاول يتخطى حسين الزين لكن من الصعب جدا المرور عند هالمدافع الفدائي حسين الزين رمي التماس لمصلحة الراسينج مع هيثم خدوج اللاعب الفلسطيني بيلعب رمي التواس طويلة باتجاه عدنان ملحم، عدنان ما بينجح بالسيطرة على الكرة مقطوعة من ديالو، هيثم فعور ذكي جدا هيثم فعور. بعيد الكرة للخلف، حسن حمود، حسين دقيق. أيضا دقيق عم يحافظ على كرته. عم يلعبها على الجهة اليسرى باتجاه موني. موني اللي عم يتحرك بين مركز وسط الملعب ومركز الجناح الأيسر أيضا. عباس كنعان. بيلعب الكرة باتجاه حسن حمود مقطوعة الكرة من علي حمية حمية عم يطلع على الجهة اليمنى بيتركها لسيرج سعيد تبادل الكرة جميل بين سيرج سعيد وحمية أيضا لكن عم يخسر الكرة الراسينج مرة جديدة والهجمة المرتدة هالمرة لمصلحة العهد علي الأتات عم يتقدم علي الأتات أيضا مع حسين عواضة بيلعب الكرة لحسين الزين هيثم فعور علي الأتات طارق العلي نشيط جدا طارق العلي اليوم بكل المراكز عم يتحرك عم يساعد كثير لاعبي الوسط عم يروح للمسانده دايما مع حسين دقيق ومحاوله جديده من بعيد وحسن حسين عم يتفاجئ بهالكره لاحظوا باي طريقه حسن حسين يعني وضع جسمه كحائط صد امامها للكره يمكن خدعته هالكره شوي حسين دقيق سدد من مسافه كثير بعيده من المحاوله الاولى لحسين دقيق لكن خدعت حسن حسين بما انه ارتدت بالارض غالبا هالكرات بيخدعوا حراس المرمى لكن حسن حسين بقي ثابت بارضه وابعد الكره بجسمه ايضا رد للراسينج مع سيرج سعيد عم يحاول يلعب كره عرضيه باتجاه طارق حلوم تبقى الكره داخل الملعب طارق حلوم ايضا مع حسين الزين وايضا المواجهه لمصلحه مدافع العهد الى ركله ركنيه ثانيه لمصلحه الراسينج يعني الى حد ما فينا نقول انه الراسينج استوعب فريق العهد استوعب الفورة الهجومية عند العهد بعد مرور نص ساعة على بداية المباراة لكن العهد بعده الأخطر المحاولات الهجومية عند الراسينج خجولة مع علي بلوط على تنفيذ الركلة الركنية بيلعبها لداخل المنطقة هيثم فعور هو اللي عم يبعد الكرة هالمرة حسين عواضة عم يحاول يلحق بالكرة لكن إلى رمي التماس أيضا لمصلحة الراسينج هيدا هيثم فعور امامنا لاعب الوسط الدولي ولي بور بالا والتعليمات بور رستم بور رستم معقول الكرات اللي بتوصل له بحاول يلعب كره اماميه باتجاه عدنان ملحم جميل الكره لكن عدنان ملحم ما اصاب الكره براسه تمريره ذكيه كانت من بور رستم اماميه باتجاهه لعدنان ملحم رح نشوفها بالاعاده ضرب دفاع العهد كله عباس كنعان ما كان متوقع ابدا هالكره من خلف لكن عدنان ملحم ما نجح باصابه هالكره براسه طارق العلي ايضا علي الاتات علي الاتات عم يتقدم بهالكره محاصر بين اربع لاعبين تبقى الكره مع العهد مع طارق العلي طارق العلي بيحاول يسدد لكن عاليه جدا كرته الى ركله ركنيه الركله الركنيه الثالثه لمصلحه العهد بهالمباراه هيدا هو طارق العلي احد انشط لاعبي المباراه لهاللحظات شغل كتير كبير عم يعمله صحيح ما سجل طارق العلي لهاللحظات لكن تحركاته كلها صحيحة تحركاته كلها جيدة عم يقدر يكون موجود بمطرح يقدر يريح فيه
لاعبي الوسط مع الكره الركله الركنيه اللي تنفذ قصيره تبقى مع علي الاتيت. الاتيت رح يلعب كره عرضيه بغير رايه، بيلعب الكره العرضيه هالمره باتجاه حسين عواضه، مقطوعه ايضا الكره بورستوم يلي ارتد للدفاع، عم يشتت الكره باتجاه عدام ملحم. ديالو كان بالانتظار عم يقطع الكره لعباس كنعان، ايضا حسن حمود، حمود حسين دقيق، حمود ايضا طارق العلي عم يستلم الكره، طارق العلي عم يتقدم نشيط جدا، هيدا اللي عم نحكي عن طارق العلي، عم يحاول يمرر الكره لحسن شعيطو، طارق العلي بحافظ على كرته بعيده لهيثم فعور، فعور لعلي الاتات، ايضا طارق العلي عم يتقدم بسرعه وعم يخترق وعم يسدد، وحسن حسين، حسن حسين يعني الطريقه اللي تصدى فيها للكره فينا نقول كثير محظوظ، جلس الكره بكل بساطه حسن حسين وتمكن من صدها. يعني محمود عم يشوف طارق العلي عم يقدم مباراه رائعه جدا، الهدفين يلي سجلهم بالمرحله الاولى يمكن اشاروا لانه اللاعب رجع لمستواه بعد عودته لفريق العهد، وهالشيء عم يثبته وياكده اليوم فعلا، وعم بياكد انه منه من طريق الصدفه سجل هدفين بالوقت اللي سيلو ينطلق على الجهه اليمنى بعده عم يتقدم بهي الكره، عندما كرته بتنقطع بتعود الكره لمصلحه فريق الرسنك عند محمد مطر، كره طويله دائما الكرات الطويله باتجاه عدنان ملحم، تنقطع الكره ورمي التماس، وشوفوا حسن حسين كيف خلص الكره الاخيره بدون ادنى شك، حسن حسين حارس واعي وحاضر بمباراه اليوم، هذا امر عم بياكده باكثر من كره حسن حسين مع طارق حلوم اللي بيحاول المرور، بمر طارق حلوم بيتقدم بيلعب تمريره اماميه باتجاه عدنان ملحم رح يوصل الكره، خطيره المحاوله راسن قويه رقم 14، كره تعدي داخل منطقه الجزاء ممكن هدف التعادل، كره بتتخلص باللحظات الاخيره، كره بتتخلص باللحظات الاخيره، صحيح انطلاقات الراسن عم تكون قليله باتجاه مرمى العهد، انما الهجمات والكرات الطويله عم تكون بمنتهى الخطورة على المرمى العهداوي، شوفوا عدنان ملحم الكرة العرضية تخلصت باللحظة الأخيرة وديالو قدر أنه يحصل على الكرة الوقت بور رسم، لو أصاب الكرة بالشكل الصحيح لكننا شفنا هدف التعادل لمصلحة فريق الرسنج، ليش لا؟ كل الأمور ممكنة بمباراة عم نشاهدها عبر شاشة الجديد عم تكون سريعة بين الطرفين، وهناك فرص خطيرة عم تكون للفريقين لسندباد الكرة اللبنانية من جهة ولفريق العهد من الجهة الثانية، الرسنج صاحب البطولات الثلاثة ببطولة الدوري اللبناني العام، أحرز اللقب ثلاث مرات مع بورستوم اللي بيحاول يمر، إنما كرة بتوصل لعند عدنان ملحم، الحكم بيشير هناك خطأ لمصلحة فريق العهد، دخلنا على الدقيقة 38 والنتيجة لازالت تقدم العهد 1-0، هذا هو بورستوم مع هيثم فعور، كرة طويلة باتجاه حسين عواضة صاحب الرقم 17، كرة طول الخلف لعند طارق العلي بيفشل بالسيطرة بالمرة الأولى، طارق العلي على الكرة بيعيد الكرة للخلف لعند حسين زين، حسين الزين كرة لعند هيثم فعور، مع المحاولات العهدوية مع الكرة الطويلة باتجاه حسين عواضة، سينو على حدود منطقة الجزاء بتلك الكرة مع التسديدة، إنما تسديدة كادت تخدع الجميع، تسديدته لحسين دقيق اصطدمت بالعارضة وخرجت إلى خارج أرض الملعب، ركنية لمصلحة العهد تتنفس بشكل سريع، كرة عهدوية محاولات العهد مع موني بيحاول يمر داخل منطقة الجزاء بيحافظ على كرة موني، شوفوا موني بأي طريقة بريشيوز يعني على طريقة رقصني يا جدع بالنسبة لموني، عم يعمل حركات فنية رائعة موني بمباراة اليوم، مع رمي التماس محمد مطر، كرة طلع عن طارق حلوم، ينطلق طارق حلوم بيحاول المرور عن حسين زين، صعب المرور عن حسين الزين، بيلعب كرة أمامية لعند طارق العلي يلتف حول نفسه طارق علي، بمر عن لاعبين بمر عن بيحاول المرور عن اللاعب الثالث وبيتعرض لخطأ اللاعب النشيط بمباراة اليوم طارق العلي، شوفوا موني كيف خلى الكرة داخل البساط الأخضر، شوفوا الحركة موني فعلا رقصني وكأنه عم يتكلم لغة تانية بأقدامه موني، الموسيقار بأقدامه اليوم حسن شعيطو موني، واللي سجل هدف جميل جدا هز الشباك الرسنجوية وأعلن عن أول أهداف اللقاء بالدقيقة الأولى من بداية المباراة، دخلنا على الدقيقة 40 ولا زالت النتيجة تقدم العهد 1-0 عن طريق موني،
مع ديالو. ديالو موجود خلف الكرة. بيحرك الكرة ديالو للخلف. عند عباس كنعان. حسن حمود. بيعيد الكرة لعند موني، شوفوا موني هو موجود. بمنتصف الملعب، موني لعند هيثم فاعور. هيثم فاعور بيحافظ على كرته، ضغط سنجاوي في هالوقت. من عند نام ملحم، إنها الكرة توصل لعند عباس كنعان، بيتقدم عباس كنعان بهالكرة. عباس بيوقف على كرته. بيلعب كرة طويلة باتجاه طارق العلي، إنما بريشيوز بيترك هالكرة تروح سهلة لعند حارس مرمى حسن حسين. والأخير بيلعب كرة لعند علي حمية. لعلي بلوط صاحب الرقم 7. علي بلوط بيلعب كرة طويلة باتجاه عدنان ملحم، موجود عباس كنعان ليخلص الكرة باتجاه حسن حمود. حمود لعند موني، أيضا لحمود من جديد حسن. على الجهة اليسرى عم يطلب من اللاعبين التقدم للأمام، بيلعب كرة طويلة باتجاه طارق العلي، طارق العلي بيحصل على الكرة من لمسة. طارق العلي كرته لهيثم فاعور. هيثم فاعور خطيرة المحاولة العهدوية بالهجمة المرتدة، خطيرين العهد مع الأتات بتقدم بهالكرة. على الأتات كرته للأمام، تنقطع الكرة من بريشيوز. بريشيوز يلتف حول نفسه. لاعب خبرة بريشيوز. يلعب كرة طويلة، إنما ديالو المتقدم بيقطع الكرة، بتعود الكرة لمصلحة الرسنج مش لوقت طويل. ديالو وصراع ما بين ديالو و صراع عم بيكون بين ديالو وطارق حلوم. بينتهي لخطأ لمصلحة فريق الرسنج، بتنفس بشكل سريع لعند عدنان ملحم، نشيط عدنان ملحم. على الجهة اليسرى كرة العرضية تتخلص، بتعود الكرة عهدوية، بينطلقوا بيحاولوا الانطلاق بالهجمة المرتدة العهد عن طريق سينو صاحب الرقم 17، بيتقدم بهالكرة، بيحاول يمر لوحده، بيمر سينو بعده عم يتقدم بهالكرة، بيحتفل بكرته. صاحب الرقم 17 بيروح بعرض الملعب، من المفترض يلعب تمريرة بهالوقت، إنما لوحده على عاته عم ياخذ الأمور، عم ببالغ كثيرا. صاحب الرقم 17 مع طارق العلي، كرة للأمام، خطيرة المحاولة العهدوية، بتنقطع الكرة من الدفاعات الراسنجوية وبتعود الكرة لمصلحة فريق راسنج بالهجمة المرتدة. خطير بالوقت بيرستون بينطلق، خطير بيرستون حيسدد من خارج منطقة الجزاء، إنما كرة بيلعبها لعند سيرج سعيد. سيرج على الجهة اليمنى، سيرج مشروع كرة عرضية بالوقت، سيرج بترك الكرة، خطيرة خطيرة محاولة، إنما كرة بتنقطع من دفاع العهد وبتعود الكرة لمصلحة فريق العهد بالهجمة المرتدة. كرة لعند موني، موني بيحاول يحصل على الكرة ما بينجح. كرة بتنقطع من زهير مراد وأيضا علي حمية، بيمر الحكم بيشير لمتابعة المباراة مع سيرج سعيد. سيرج يحاول المرور، سيرج بيحتفظ بكرته، بيلعب كرة عرضية لتخمات الجزاء. وحيد فتال موجود، وحيد فتال موجود ليخلص الكرة، وبيلعب الكرة بشكل سريع للأمام. هو بيعرف تماما نتيجة 1-0 أمام الرسنج، يعني الأمور ما انتهت. لهالسبب مستعجل وحيد فتال، وأيضا لاعبي العهد مستعجلين من أجل إضافة هدف ثاني قبل الدخول إلى غرف الملابس. التقدم 2-0 يختلف كثيرا عن تقدم 1-0. سنتابع مع العهد، مع خطورة العهد بهالوقت. وموني، شوفوا موني شو عم يعمل تخمة الجزاء. موني موني موني، أوه شو عم تعمل يا موني بهالمباراة؟ يعني كل إمكانات موني اللي بنعرفها عم يستعملها بلقاء اليوم بمواجهة القلعة البيضاء، سندباد الكرة اللبنانية. وليش لا موني سندباد داخل منطقة الجزاء؟ شوفوا شو عم يعمل موني، مر عن علي بلوط، مر عن علي حمية، ومر عن زهير مراد، يعني وكأنه ما في أي أحد موجود بمواجهة موني. والتمريرة الحاسمة كانت العرضية، إنما كرة تخلصت باللحظات الأخيرة. موني عم بفرجينا عن إمكاناته الحقيقية. رح صوتك الحين، رح صوتك يحكي شربي شربي احكي شربي. فعلا موني اليوم عم يقدم مباراة كبيرة وكبيرة جدا، ايضا على الصعيد الفني، على الصعيد القيادي ايضا، بما انه عم يحمل شارة قيادة العاد، عم ياخذ الامور على عاتقه بكثير من المحلات. حسن شعيتو عم بيكون نجم فعلا على اعلى مستوى اليوم بالمباراة، عم يقدر يعمل كل شيء، عم يقدر يسجل، عم يقدر يمرر، عم يقدر يتخطى المدافعين بطريقة فنية جميلة جدا، وعم يقدر يخلي العهد متقدم لا قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول على الرسك بنتيجة 1-0. دخلنا بالدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وحسن حمود مع الكرة أيضا لمصلحة العهد. ما في شيء مستعجل بالنسبة
لفريق العهد رح يكون كتير راضي باختيار فانلي انه يدخل الى غرف الملابس وهو متقدم بنتيجة 1-0 مع دقيقتين من الوقت المحتسب بدل الضائع. عم يرفعهم الحكم محمد زعتر مع حسين عوضة ايضا على الجهة اليمنى، وهالمواجهة مع هيثم خدوش، بريشس موجود على التغطية، في حال مر حسين عوضة رح يطلع له بريشس، بيلعب كرة عرضية بتبادل الكرة الرائع مع طارق العلي، لكن مقطوعة ايضا مرة جديدة من الراسينج. طارق حلوم ايضا، حلوم عم يلعب الكرة طويلة وامامية باتجاه عدنان ملحم، عودة الراسينج للكرات الطويلة الامامية، ديالو عم يقطع هالكرة، المدافع الغيني جيد جدا بموسمه الثاني مع العهد، عم بيكون صمام امان بالدفاع العدو وعم يقدر يحصل ايضا على خطا لمصلحه ديالو. وطارق حلوم عم يبقى على ارض الملعب مصاب، عم يتالم طارق حلوم. صحيح الحكم جميل رمضان احتسب خطا لمصلحه ديالو، لكن الموجود على الارض بعد الالتحام هو طارق حلوم. يعني صعب جدا على اللاعبين يكون في احتكاك بينهم وبين ديالو، بنيه قويه عند اللاعب الافريقي. وايضا الاعاده للكره لتسديد حسين دقيق يلي خدعت حسن الحسين وارتدت من العارضه الى خارج الملعب. حسين دقيق ايضا بوسط الملعب، دقيق عباس كنعان، اقل من نصف دقيقة على نهاية الشوط الأول من المباراة، العهد لا يزال متقدم على ملعب صيدا البلدي بهدف وحيد سجله حسن شعيتو بالدقيقة الأولى من المباراة، مع حسين دقيق أيضا. عباس كنعان، يعني محاولات بالعهد واضحة لتمرير الوقت بهاللحظات، كثير بهمه فريق العهد. مجددا تحية لجميع مشاهدي قناة الجديد بلبنان والعالم، عودة إلى ملعب صيدا حيث اللقاء اللي عم يجمع اليوم الرسنج والعهد. شوط أول كان انتهى بتقدم العهد 1-0 بهدف سجله موني حسن شعيتو بأول دقيقة من زمن المباراة، بانتظار إذا صافرة بداية الشوط الثاني. جميل رمضان هو الحكم الرئيسي باللقاء، حكم مساعد أول عدنان عبد الله، الحكم المساعد الثاني علي سرحال، والحكم الرابع محمد زعتر. تسكير بتشكيلة الفريقين بهالمباراة، من ناحية فريق راسينج حسن حسين عم بيكون بحراسة المرمى، بخط الدفاع موجود هيثم خدوش، بريتشوز، زهير مرادو، مع انطلاق الشوط الثاني بعد صافرة جميل رمضان. إذا شوط ثاني عم ينطلق بهالوقت، إذا زهير مراد، علي حمية بخط الوسط موجود، محمد مطر، علي بلوط، سيرج سعيد، بورستوم، طارق حلوم، وعدنان ملحم هو مهاجم فريق راسينج بلقاء اليوم. ومن ناحية فريق العهد وحيد فتال بحراسة المرمى، بخط الدفاع حسن حمود، ديالو، عباس كنعان، حسين الزين، بخط الوسط حسين دقيق، هيثم فاعور، علي الأتات، وبخط الهجوم موجود موني، حسين عواضة، وطارق العلي. هذه تشكيلة فريق العهد بالمباراة، لا تغييرات مع بداية الشوط الثاني مع المحاولة العهداوية. الكرة اللي عند علي الأتات، موجود معه بريشيوز، علي الأتات بيحافظ على كرته، بيحاول المرور وبيحصل على رمية تماس لمصلحة فريق العهد. بالمناسبة هذا الموسم رقم 10 بين الفريقين، بين الرسنج والعهد. بالمواسم التسعة الماضية منذ عام 1997-98 كانوا الفريقين التقوا 18 مرة خلال 17 موسم، لأسباب فعلا هي مؤسفة، والأسباب هي بعد موسم 97-98 كان هبط الرسنج 6 مرات إلى الدرجة الثانية، أما العهد كان هبط مرة واحدة فقط بموسم 2001 بموسم 2001 ولهالسبب الفريقين كانوا خسروا 14 مواجهة بسبب وجود الرسنج بالدرجة الثانية وأيضا العهد بالموسم المذكور. الفريقين التقوا 18 مرة، إذا كان الرسنج فاز فقط مرتين بهاللقاءات 18 مرة ذهابا ومرة ايابا، اما العهد كان فاز 13 مرة على فريق الرسنج، 5 مرات ذهابا و8 مرات ايابا، والفريقين تعادلوا 3 مرات هن بمباريات الذهاب، يعني ولا تعادل بمباريات الاياب مع كرة عهدية بهالوقت. والتسديدة انما تسديدة الى خارج ارض الملعب، ركلة مرمى لمصلحة فريق الرسنج. هيدي بالنسبة لتاريخ لقاءات الفريقين، يعني
بكل تأكيد تاريخ اللقاءات وأيضا الإحصاءات من ناحية أسرع الأهداف ببطولة لبنان اللي ذكرناها ببداية المباراة. يبقى علي أسعد مثل ما ذكرنا اللاعب الريان كان السابق علي أسعد كان سجل أسرع أهداف هالبطولة، واللي بده يعرف كل هالمعلومات التاريخية لابد العودة تكون إلى شيخ المؤرخين السيد أبو زكور الأستاذ علي حميد الصقر مع كرة لمصلحة فريق العاب بهالوقت. طلع على علي بيلتف حول نفسه بيلعب كرة أمامية إنما سهل هالكرة بين يدي حارس مرمى الرسنج حسن الحسين بيلعب الكرة بسرعة إلى الأمام مع المحاولات الرسنجوية من أجل معادلة النتيجة مع عدنان ملحم بيلعب كرة أمامية تنقطع كرته بتعود الكرة لعند وحيد فتال. وحيد فتال مع حسين دقيق لعلي الأتات محاولة مرور بهالوقت إنما كرة بتنقطع وبتعود الكرة لمصلحة فريق الرسنج مع سير سعيد اللي بيحاول يمر إنما كرة بتنقطع وبتعود الكرة لعند علي بلوط. علي بلوط بعيدة لعند بريتشوز. بريتشوز كرة لعند بول رستم. بول بيلعب تمريرة أمامية بالعمق إنما كرة بتنقطع من عباس كنعان لاعب الخبرة عباس كنعان. كرة طويلة إنما محمد مطر بيقطع الكرة الأمامية إنما إلى خارج أرض الملعب رمية تماس لمصلحة فريق الرسنج مع طارق حلوم. كرة لعند سير سعيد. سير سعيد بيلعب كرة طويلة لداخل منطقة الجزاء والكرة الرأسية من عباس كنعان بين يدي وحيد فتال. الرسنج كان سجل 9 أهداف بمرمى فريق العهد أما العهد كان سجل 33 هدف بمرمى فريق الرسنج ومع هدف موني يصبح العهد مسجل 34 هدف بمرمى فريق الرسنج. مع الكرة الطويلة حسن حمود إنما هيثم فعور بيتدخل ليعيد الكرة عهدوية مع محاولات العهد بهالوقت من أجل إضافة هدف تاني. هل رح ينجح العهد بهالأمر مع حسين دقيق؟ حسين عواضة بيعيد الكرة للخلف مع حسين الزين أيضا لعند هيثم فعور. بكل تأكيد حسين عواضة كان هناك تعليمات صارمة من مدربه ما بين شوطي المباراة، كنا لاحظنا على الرقم 17 الاحتفاظ بالكرة لوقت طويل والاعتماد على نفسه بأغلب الكرات والمفروض انه يلعب التمريرات الى زملائه، هذا الامر ما كان عم يحصل بالنسبة لسينو بالشوط الاول مع علي بلوط. الكرة اللي عند علي حمية انما بتنقطع الكرة من امامه لعلي حمية. موني خطير موني بتقدم بالكرة صاحب الرقم 20 رح يمر لوحده موني بحاول يمر لما كرة بتنقطع مع طارق العلي بسدد طارق العلي من خارج منطقة الجزاء بين يدي حسن حسين. كرة بين يدي حسن حسين بمكان مناسب تماما كان طارق العلي للتسديد مع علي حمية. كرته لعند سيرج سعيد. سيرج سعيد كرته توصل لعند عدنان ملحم ايضا لسيرج تدخل هيثم فعور بيعيد الكرة عهدوية وايضا حسن حمود في صعوبة بتنقل الكرة مع عند لاعبي فريق العهد لما الكرة بتوصل لعند علي بلوط ايضا لعلي حمية اللي بيحاول يمر مع تدخل حسين دقيق والحكم بشير لخطأ لمصلحة فريق الرسنج بهالوقت مع علي بلوط. الكرة بتنقطع نشوف الكرات اللي عم تتشتت كيف ما كان عم تلعب الكرات مع حسن حسين بريتشوز محمد مطر البحث عن زميل ليلعب الكرة بتوصل الكرة لعند زهير مراد عم يتحضر زهير مراد بكل تأكيد ليلعب كرة طويلة. شوفوا زهير مراد فعلا كرة طويلة من زهير مراد بأمل لاعبي الرسنج عم يعتمدوا على الكرات الطويلة. هذه كرة باتجاه سير سعيد من علي حمية. علي حمية بعد الكرة لعند بلوط علي كرة لعند سير سعيد ممتازة هالكرة سيرج. سيرج على الجهة اليمنى راح يحاول يمر بهالكرة سيرج أو يلعب كرة عرضية سنتابع مع سيرج سعيد بيحاول يمر بيلعب كرة عرضية إنما الكرة ضعيفة جدا لسيرج سعيد. الأمر بيسمح للاعبي العاد إنه يحصلوا على الكرة وينطلقوا بالهجمة المرتدة السريعة والخطيرة بنفس الوقت. الكرة اللي عندها هيثم فعور هيثم على الجهة اليسرى هيثم فعور
بيحافظ على كرة ولا زال عم بيحافظ على الكرة. هيثم فاعور انما لعب كرة طويلة داخل منطقة الجزاء. سينو بيلعب كرة على حدود منطقة الجزاء وخطيرة مع موني بيلعب كرة عن طريق العالي. خطيرين العاد خطيرين. ممكن نشتغل هدف ثاني مسك العاد كرة بتهز الشباك الخارجية. يعني فريق العهد مع بداية الشوط الثاني عم نشوف انه عنده رغبة كثير كبيرة لإضافة هدف ثاني لأنه بيعرف كل ما تأخر الهدف الثاني لمصلحته يمكن الأمور ستزداد صعوبة لأنه عم نلاحظ فريق الراسينج عم ينطلق إلى الأمام وهذه انطلاقة لمصلحة فريق العهد. الكرة العرضية كانت هزت الشباك الخارجي. بنفس الطريقة عم يهاجم فريق العهد. عم يكونوا لاعبي العهد قريبين لبعضهم بشكل كتير كبير. عم يقدروا يمرروا هالتمريرات القصيرة البينية بيناتهم وبالتالي عم تقدر يكون في سهولة للوصول إلى منطقة جزاء حسن حسين. وبالتالي العهد عم يبقى الطرف الأخضر من المباراة وهو مرشح أيضا لإضافة الهدف الثاني في حال وصل اللعب بنفس الطريقة. بينما الراسينج بعده عم يبحث عن نفسه بالهجوم. الحلول ممكن تكون عند المدرب ليبور بالا بإدخال حسن خاتون ولاسينا سورو بالشوط الثاني. مثل ما اعتدنا على المدرب تشيكي ليبور بالا غالبا ما بيجري أكثر من تبديل بنفس الوقت. أوقات تبديلين أوقات ثلاث تبديلات دفعة واحدة تينشط الجهة الهجومية تحديدا. مع التدخل من علي حمية على حسن شعيطو بتبقى الكرة مع العهد مقطوعة أيضا من زهير مراد بهالصراع مع طارق العلي. طارق العلي عم بيقاتل على كل كرة اليوم. بريشوس لما بإيده هبطها بإيده. بريشوس أيضا بيلعبها باتجاه زهير مراد. باختيار فانلي القلق جدا كما يبدو على ملامحه. خطأ لمصلحة العهد. خطأ لمصلحة العهد لمصلحة حسين دقيق بالوقت يلي الحكم الرابع محمد زعتر عم يرفع لوحة التبديلات وتبديل أول بالمباراة. يعني بعد ما خلصنا حكينا كان ليبور بالا أجرى التبديل. لاسينا سورو عم يدخل مكانه لبور رستوم بعد 9 دقائق على بداية الشوط الثاني. لاسينا سورو عم ياخد مكانه بخط هجوم فريق الراسينج. بول كان عم يلعب بمركز متأخر بعض الشيء خلف عدام ملحم بينما لاسينا راح يكون موجود بمركز متقدم الى جانب عدام ملحم. من 4-5-1 او 4-2-3-1 عم تتحول استراتيجية الراسينج الى 4-4-2. كرة امامية من علي بلوط مقطوعة ايضا من ديالو. مباراة جيدة عم يقوم فيها المدافع الجيني. فعلا قدم اداء جيد ديالو بهالمباراة مع طارق حلوم ورمي التماس لمصلحة الراسينج. الراسينج مطالب بالهجوم مطالب بمعادلة النتيجة. ما في ينطر أبدا الراسينج. مرور الوقت لإدراك التعادل. الوقت عم يمر بسرعة 10 دقائق على بداية الشوط الثاني والراسينج لا يزال متخلف والعهد لا يزال الطرف الأخضر مع أيضا هالكرة إلى رمي التماس لمصلحة العهد. يعني بعد التبديل يمكن البعض سأل وينه لاسينا سورو. لاسينا سورو كان بأمر من الحكم جميل رمضان خرج من أرض الملعب. اعتبر الحكم أنه لاسينا مرتدي السيكليست أبيض تحت الشورت الأزرق وبالتالي مخالف للقوانين هالموضوع وخرج لاسينا سورو ليرجع بالشورت الازرق فقط. يعني حاله فريده وحاله نادره بنشوفها بملاعب كره القدم. المهم تنفيذ القانون بالنسبه للحكام ووجودهم على ارض الملعب هو لهالسبب. مع محمد بدر اللي عم يحاول يلعب كره طويله باتجاه لاسينا سورو بتمر على الكت توصل لعدي ملعب. عدي ملعب عم يتخطى وعيد فتال وركله جزاء لمصلحه الراسينج. ركله جزاء بعد عرقله من وحيد فتال. عم بيقول الحكم جميل رمضان على عدام ملحم وعم يرفع البطاقة الصفراء أيضا بوجهه لوحيد فتال. هل حصلت العرقلة فعلا؟ هل وحيد فتال عرقل عدام ملحم داخل منطقة الجزاء؟ واضحة جدا اجتياح كان من وحيد فتال. فعلا واضح جدا تدخل الحارس وحيد فتال على قدمه لعدام ملحم وركلة جزاء لمصلحة الراسينج. ومين راح يسدد؟ لاسينا سورو يلي دخل. يعني ممكن لاسينا سورو من أول لمسة للكرة نشوفه عم يسجل اليوم.
لسينا سورو عم يتقدم، لسينا عم يتقدم وعم يسدد الى يسار وحيد فتيل، هدف التعادل للرسك بالدقيقة 57. الرسك عم ينجح بإدراك التعادل من نقطة الجزاء، الهدف يلي سعى له كثير فريق الرسك من الشوط الأول، عم ينجح حاليا بتسجيل هدف التعادل من نقطة الجزاء تحديدا عبر لسينا سورو، ومن أول لمسة للكرة المهاجم العاجي عم ينجح بإدراك التعادل لمصلحة الرسك، هدف من شأنه إنه يغير كثير بالمباراة. لاحظوا لسينا سورو بثقة كثير كبيرة، ببرودة أعصاب كثير كبيرة، عم يسجل إلى يساره لوحيد فتيل. الرسك واحد، العهد واحد، وبهاللحظات أيضا عم يدخل عباس عطوي أونيكا إلى داخل الملعب مكانه لعلي الأتيت. تبديل أول للعهد بعد دخول كابتن الفريق عباس عطوي اللي عم يستلم شارة القيادة أيضا من حسن شعيطو. هدف ممكن يغير كثير بالمباراة لكن للأحسن أكيد، لأنه العهد ما رح يرضى أبدا أنه يخرج متعادل، وخصوصا أنه كان الطرف الأفضل والأخطر بالمباراة مع موني يلي بدأ الثنائية الجميلة اللي تعودنا عليها مع عباس عطوي، وهالتمريرة مقطوعة على رمي التماس لمصلحة العهد، وتبديل تاني أيضا للعهد، تبديل تاني أيضا لمصلحة العهد مع دخول علي بزت، تبديل هجومي بامتياز لبختيار فانلي، خروج هيثم فعور. يعني من النادر جدا انه نشوف بختيار فانلي عم يطلع هيثم فعور من الملعب، عم يدخل علي بزي ايضا الى هجوم فريق العهد مع حسن شعيطو. حسن حمود رح يلعب كره عرضيه، حسن حمود بتروح مباشره باتجاه مرمى لحسن حسين يلي بيلقطها من دون اي مشكله. عم نشوف بالاعاده لسينا سورو والطريقه اللي وضع فيها الكره الى يساره لوحيد فتيل. عدام ملحم ايضا المهاجم الخطير والنشيط بهجوم الرسك، عدام ملحم عم يدخل بطه وعم يسقط، لكن هالمره الحكم جميل رمضان عم يقول في ركله ركنيه لمصلحه الرسك. هيثم فعور يلي يبدو غير راضي ابدا عن قراره لبختيار فانلي، عم يخرج مباشره الى غرف الملابس. تبديل ثاني بصفوف الرسك مع علي فياض يلي عم يتحضر للدخول مكان هيثم خدوج. علي فياض لكان الرقم 8 عم يدخل مكان اللاعب رقم 16 هيثم خدوش. تبديلان من كل جهه لكن التعادل هو عم يبقى سيد الموقف بالنسبه لمباراه العهد والراسينج 1-1 بعد ما سجل لسينا سورو هدف التعادل بالدقيقه 57 تحديدا مع ركله ركنيه. سيرج سعيد خلف الكره عم يلعب الكرة إلى داخل المنطقة، سيرج سعيد بتغط عند محمد بطر بيلعبها برأسه محمد بطر لكن مباشرة إلى خارج الملعب. لا شك إنه هالهدف هدف التعادل للراسينج أحيا الفريق الأبيض، أعاد انتعاش فريق الأبيض إذا فينا نقول. على سينا سورو أيضا الطريقة اللي سدد فيها الراسينج بساعة أكبر راح يكمل الدقائق المتبقية من المباراة مع كرة أولى لعلي فياض على جهة اليسرى. علي فياض عم يتقدم بالكرة، عم يواصل تقدم بالكرة، عم يحاول يلعبها للاسينا سورو لكن مقطوعة من حسين الزين إلى رمي التماس. لسينا سورو أيضا عم يتلقى هالكرة على الجهة اليسرى، لسينا بيحمي كرته بيلعبها لعلي فياض، فياض لكن الكرة مقطوعة من حسين الزين لحسين عواضة، ما شفنا شيء منه بالشوط الثاني لحد هلا. عواضة انطلاقة سريعة، عم يمر حسين عواضة عم يواصل تقدمه وعم يحصل على خطأ من علي بلوط. يعني عندما ينطلق بسرعة حسين عواضة من الصعب إيقافه، من الصعب جدا إيقاف اللاعب عندما ينطلق. مع كرة أمامية أيضا باتجاه علي بزي، خطر جدا الرقم 7 علي بزي مهاجم الحكم السابق، عم يخسر الكرة لمصلحة سيرج سعيد. سيرج اللي انتقل للجهه اليمنى عم يلعب كره طويله، لا يزال الرسك مصر على لعب الكرات الطويله باتجاه عدنان ملحم. يمكن الرسك استفاد نسبيا عند ما حصل عدنان ملحم على ركله الجزاء. عم نلاحظ ايضا المسك بالقميص من قبل علي بلوط ضد حسين عواضه مع علي بزي باتجاه حسن شعيطو. شعيطو ايضا عم يحافظ على كرته. شعيطو طريقة فنية عم يستعرض كل مهاراته الفنية اليوم موني. أيضا الكرة باتجاه عباس عطوي أونيكا اللي كان موجود على مقاعد الاحتياط بسبب معاناته من أوجاع طفيفة. علي بس التمريرة أمامية رائعة جدا باتجاه حسن عواضة، تمريرة بينية ذكية جدا كانت من علي بزي. يعني كنا عم نحكي عن عباس عطوي أونيكا لاعب ما اعتدنا نشوفه على مقاعد احتياط
العهد، لكن اوجاع طفيفه عم بيعاني منها، والمدرب بختيار فانلي عم يفضل اراحته ومن ثم اشراكه بالشوط الثاني لانه يكون الورقه الرابحه مع التمريره ايضا من لاسينا سورا قدام الحلم. يعني الراسينج محمود عم نشوفه عم بيهاجم باللحظات، اخذ ثقه كثير كبيره الراسينج، ممكن يعمل المفاجاه بهالمباراه. ليه عم نقول مفاجاه؟ لانه على العهد الطرف الافضل، لكن الراسينج هو اللي نجح بادراك التعادل. فعلا نجح الراسينج، وايضا عدنان ملحم نجح واستفاد من تحركاته الكثيره بالمباراه، استفاد من تحركاته وحصل على ضربه جزاء نفذت بنجاح من لاسينا سورو ليعادل النتيجه. اذا العهد بمحاوله ايضا من اجل اضافه هدف ثاني وهدف التقدم، ليش لا، مع الكره العرضيه لداخل منطقه الجزاء. عم نلاحظ علي بزي انه ما عم بيكون حاضر بالشكل الصحيح، يعني مرتين علي بزي ما عم يقدر يسيطر على نفسه على ارض الملعب. على كل الاحوال اللاعب بعده دخل من لحظات قليله مع زهير مراد، بيلعب كره طويله، الكرات الطويله رح تكون كثيره بالشوط الثاني بوجود لاسينا سورو الى جانب عدنان ملحم، ايضا مع موني. موني بيلعب طريقة الوان تو خطيرة لمحاولة لمصلحة فريق العهد، موني بمر لوحده، بعده عم يتقدم بيحافظ على كرة حدود منطقة الجزاء، إنما بالغ بالمحافظة على الكرة موني، بتعود الكرة لمصلحة فريق راسنج عن طريق عدنان ملحم، لاسينا سورو بروح ياخذ مكان، كرة باتجاه لاسينا سورو، ما تحرك لاسينا بهالوقت، تتحرك لاسينا سورو، بالتأكيد رأيت التسلل بانتظاره، رأيت التسلل بانتظار لاسينا سورو. أيضا الحكم المساعد الاول تاخر عدنان عبد الله برفع الرايه، والسبب انه لاسينا سورو ما تحرك، وعند ما تحرك لاسينا سورو كانت رايه تسلل بانتظاره. بالوقت بريتشيوز موجود على ارض الملعب، وشوفوا الروح الرياضيه العاليه لحسين عواضه عم بيساعد بريتشيوز من اجل متابعه المباراه، وهذا الامر المطلوب ما بين اللاعبين على ارض الملعب بكل تاكيد. الروح الرياضيه المطلوبه تكون بين جميع اللاعبين. بالمناسبه كان الراسنج يعني بتاريخ لقاءات الفريقين ما كان سجل فوز كبير جدا على فريق العهد سوى فقط نتيجه 1-0 بموسم 2010-2011 كان فاز 1-0، وايضا بموسم 2012-2013. اما اعلى فوز كان للعهد كان بنتيجه 4-0 بموسم 2005-2006. بالتاكيد بريتشوز على امل انه يقدر يتابع المباراه، وهذا الامر الواضح الوقت المباراه عم تتابع مع كره اماميه لعند اونيكا، بسدد اونيكا انما تسديدته بعيده عن مرمى حسن حسين. وهناك اعلى نتيجه كانت سجلت بين الفريقين، كان سجل 7 اهداف بالمباراه، وانتهت النتيجه بفوز العهد 4-3 باياب موسم 2010-2011. مشاهدينا الكرام اهلا بكم من جديد، نعود وننتقل واياكم الى عكار حيث تنضم الينا من هناك الزميله هيفا زعيتر لوضعنا في آخر التطورات والمعلومات المتوفرة لديها فيما يتعلق بالمأساة التي ألمت بهذه المنطقة على وجه التحديد وبلبنان عموما من جراء غرق عبارة كانت تقل لبنانيين يعني يحاولون الهجرة بطريقة غير شرعية من إندونيسيا إلى أستراليا. إذن إلى الزميلة هيفا. هيفا يعطيك العافية، هل لك أن تعطينا نعم داليا يعني آخر المعلومات المتوفرة لديك فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ تفضلي. يعني داليا كما ذكرت، مأساة جديدة يعيشها اللبنانيون الذين يحاولون الهرب بحثا عن حياة كريمة خارج الحدود. المأساة اليوم كانت من نصيب عكار التي تعيش حالة من الحزن والصدمة بعدما غرقت العبارة التي كانت تنقل 20 من أبنائها في بحر في إندونيسيا متوجهة إلى أستراليا. 17 قضوا في هذه العبارة بينما نجا 3 منهم. من هؤلاء 17 هناك عائلات بأكملها. نحن نقف في هذه الأثناء في باحة منزل حسين خضر الذي نجا من غرق العبارة، فيما توفيت زوجته وأولاده 8 الذين تتراوح أعمارهم بين 1.5 سنة و19 عاما. إذن نحن أمام
منزل حسين خضر، ومعنا هنا رئيس البلدية الأستاذ علي حمزة، سيطلعنا أيضا على الاتصالات التي تحاول السلطات هنا والعائلة تحاول أن تقوم بها مع المسؤولين والقائمين بالأعمال في السفارة اللبنانية في إندونيسيا للاطلاع على أحوال الجثث وعمليات الانتشال وكذلك على أحوال الناجين الثلاثة، علما أن فتاة منهم مصابة بكسور بينما هناك شابين في حال جيدة. أستاذ علي، يعني إن شاء الله عوض بسلامتكم والحمد لله على سلامة الناجين، يعني الحادث مؤلم جدا. شو آخر التطورات والمستجدات يلي تبينت من الاتصالات اللي عم تقوموا فيها؟ آخر التطورات بالنسبة مثل ما حضرتك قلتي بالمقدمة في البنت اللي مكسور ظهرها وإجرها، عم بيقولوا إنه هلأ توفت، يعني بيصير عدد المتوفيين 18 واحد. وبالنسبة للاتصالات للمساعدة بالنسبة للجسس، اتصل فينا كمان شوي مدير عام وزارة المضطربين الدكتور هيثم الجمعة، وإن شاء الله عم يعملوا كتير، ومشكور الرئيس بري ورئيس الجمهورية، فخامة الرئيس الجمهورية والرئيس الحكومي الأستاذ مئاتي، ومنتشكر أكثر شيء الإعلام تبعكم الصحافي، وأكثر شيء أزياء الجديد على اهتمامكم بهالحادثة اللي صارت. طيب بخصوص يعني اللي الناجين، يعني تواصلتوا معهم، جربتوا يعني تشوفوا كيف حيصير في تأمين يعني عودتهم مصيرهم والجثث، كيف رح تصير عملية نقل؟ نعم، نحن الشاب حسين أحمد خضر اللي توفوا مرته وأولاده الثمانية اللي واقفين قدام بابه هلا، حكى معنا هو على التليفون وخبرنا انه في قسم من اولاده انتشلوا من المي، وقسم الثاني بعده قيد البحث، يعني ما توصلوا لشيء. لاحظتوا في تجاوب من السلطات اللبنانيه يعني تحركت بس قبلها؟ لا السلطات اللبنانيه ما تحركوا، عم يتحركوا الرؤساء الثلاثه مشكورين كأمن وككذا، ما حدا اجل عنا، ما حدا اهتم فينا، لو هيك بيهتموا شوي يعني بيبردونا شوي. هلا نحن صحيح الغلطه غلطتنا انه نزحنا، بس المسؤول الام والاب هن الحكومه، لولا ما الولد ما بيجوعوا امه وابوه ما بيروح بيسرق او بيروح بيهاجر او بيروح بيعمل او الى اخره. داليا، سأنتقل الآن إلى والد حسين خضر الذي توفيت زوجته وأولاده الثمانية. حج، يعني شو بتقول؟ يعني الحادث كتير مؤلم ومأساوي، بس شو بتقول يعني؟ طيب شو بدي أقول، ما عندي شيء لحتى أقوله، هذا اهتمام دولتنا واهتمام وجهنا واهتمام، أنا ما عندي شيء لحتى أقوله. هني أي متى نزحوا؟ يعني كيف صارت العملية؟ من أي متى؟ تقريبا شيء شهرين وعشرة أيام 15 يوم ما بعرف. كيف راحوا عن أي طريق؟ راحوا من هون بالنسبة هجرة، لأنه المعيشة صعبة شوي، وعنده عائلة كمان 12 نفس وولاده، وقلت له خلي لي شوي من هون بركي أنا بربي لك يون، وبعدين نحن عم نساعده بالعائلة نحن تبعته، ولكن أنا صرت معاق، عمل عملية قلب وأمه عمية وهذه بالسهلة. إن شاء الله بتسلم حاج طويل. داليا، اذا يعني هذه هي الاجواء هنا، اود الاشاره الى انه روح انتهى من هنا، قالوا له يا الله والله انا بدي هجر، قلت له لا تهجر يا بيي، وانا مريض وانا كذا، يمكن ترجع ما تلاقينا، يمكن ما بعرف ايش بيصير، وما قال لي يا بيي لا الدنيا ما بقى فيني عم جيب لك دواء حتى اصيق دواء بس واجد يشتغل. الحمد لله على سلامته. الحمد لله على سلامته. داليا، أود الإشارة إلى أن العائلات الأخرى التي قضت كان هناك من الأسعد، يعني لقد نجا الوالد بينما توفيت زوجته وأولاده الثلاثة. أيضا وأيضا كان هناك وفاة من آل عثمان ومن آل حمزة، وأيضا يتواصل الأهالي في هذه الأثناء مع القائمة بالأعمال في السفارة اللبنانية في إندونيسيا، وهي قالت بأن عمليات الإغاثة صعبة بعض الشيء لأن المركب كان بعيدا بحوالي 12 ساعة عن الشاطئ، ولذلك فإن عمليات الإغاثة ما زالت صعبة،
ولكنها مستمرة، فقد نجا 20 شخصا يعني من جنسيات مختلفة من المركب الذي غرق في بحر اندونيسيا. أبقى الآن مع نسيب أيضا حسين خضر الشيخ، يعني الشيخ علي خضر. الشيخ كان عند يعني كنت عم تحكينا قبل ما نطلع الهواء، وكان عندك يعني رسالة بدك توجهها بهذا الإطار. أولا نحن نسلم أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى، لأننا مؤمنين بالقضاء والقدر، قائلين إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه مصيبة حلت على أهل بلدة قبعيد، حيث اختطف الموت واختطف بحر أندونيسيا 18 شخصا من بلدتي، كانوا قبل شوي 17 شخص. ومن ثم وأنتم تجرون هذه المقابلات مع الأهالي هنا، جاءنا نبأ بأن البنت المكسور ظهرها وأنها توفيت الآن. لم يبت حمل المسؤولية شيخ؟ نحن في الحقيقة نحمل المسؤولية إلى الحكومة والدولة اللبنانية، إلى المسؤولين في هذه الدولة، في الدولة اللبنانية. لماذا نزح ولماذا هاجر أبناؤنا وأطفالنا؟ لماذا هاجروا من شدة الحاجة، وهاجروا من سوء الأحوال، وهاجروا؟ وخصوصا انه هذا الامر اعطى حريه اكبر للاعبي الراسينج بوسط الملعب. عم نشوف وسط الملعب حرك جدا ونشيط جدا عند الراسينج تحديدا، مع الانطلاقه يلي كانت على الجهه اليسرى من علي فياض الموجود حاليا على ارض الملعب، واللي حصل على رمي التماس بالاعاده التسديده من ركله حره لحسين عوادة كانت عاليه جدا عن مرمى لحسن حسين. حسين عوادة ما عودنا انه يسدد الركلات الحره، بالعادة حسين دقيق هو اللي بيسدد من هالمسافات أو عباس عطوي أونيكا. رمي التماس لمصلحة الراسينج المتقدم 2-1 على العهد، بعكس مجريات المباراة تماما الفريق الأبيض قدر يتقدم وأصبح الأقرب إلى النقاط 3 مع رمي التماس أيضا لمصلحة الراسينج. عم ياخد كل وقته لاعبي الراسينج، عم ياخدوا كل وقته لتنفيذ كل كرة، إن كان ركلة حرة وإن كان رمي التماس أيضا. مع علي فياض على الجهة اليسرى، اللاعب يلي أدخلوا لي بوربالا بمحاولة لإيقاف حسين عوادة، بيلعب كرة طويلة على طريقة الكورنر باتجاه لسينا سورو، وعباس كنعان بحولها برأسه إلى وحيد فتال. فتال بيلعب هالكرة سريعا إلى حسن حمود، لاعب ما شفنا دور هجومي كبير له اليوم، منه بحاجة العهد أصلا للاعبين يتقدموا، اللاعبين الامام كانوا عم يكفوا ويوفوا. هذا واحد منهم علي بزي بهالفاصل المهاري عم يحاول يلعب كره مقطوعه من ديريك يلي دخل ايضا للمباراه، ولسينا سورو عم يترك الكره، عم يلعب الكره الى خارج الملعب، افساحا بالمجال امام معالجه زهير مراد. ديريك يلي كان دخل مكان مواطنه بريشوس، شفنا بريشوس تعرض لإصابة بالشوط الأول بالمباراة، ويبدو أنه لا يزال كان متأثر بهالإصابة، ودخل مكانه ديريك. زهير مراد عم ينقل إلى خارج الملعب على الحمالة، والراسينج رح يتابع المباراة بعشر لاعبين، مع الحديث ايضا بين ليبور بالا وسيرج سعيد. موني عم يعيد الكره بكل روح رياضيه الى فريق الراسينج، ورمي التماس ايضا لمصلحه الفريق الابيض مع طارق حلوم يلي بيلعب هالكره
طويلة باتجاه لسينا سور بيقطع أونيكا بانتظار تحركات عباس عطوي، بانتظار تمريرة من عباس عطوي حاسمة أو حتى تسديدة حاسمة. اللاعب الرام عشا الموهوب يلي غالبا بيكون النجم الأول بفريق العهد مع التمريرة الممتازة باتجاه حسن حمود على الجهة اليسرى. العهد عاد للهجوم مع عباس عطوي أيضا بيلعب الكرة باتجاه طارق العلي. طارق عم يحاول يسيطر على الكرة لكن خرجت إلى ركلة مرمى. كل هالأمور عم تصب بمصلحة الرسنج لهاللحظات. أقل من ربع ساعة على نهاية المباراة، الرسنج لا يزال متقدم على العهد بنتيجة 2-1 مع هيثم فعور أيضا. يعني من ملامحه لهيثم فعور منه راضي أبدا لوجوده على مقاعد البدلاء بهاللحظات. لسينا سورو بحاول يلعب كرة أمامية باتجاه عدنان ملعب. عدنان ملحم بحاول يلحق بهالكرة مقطوعة من ديالو بعيدة لوحيد فتال، منه لحسن حمود. حمود في ضغط كتير كبير عليه من سيرج سعيد. حمود بحاول يلعب هالكرة لكن بتروح إلى رمية التماس لمصلحة الراسينج. يعني حاليا خطة الراسينج بالخط الأمامي واللي هي الضغط على حامل الكرة عم تنجح. عم يقدر الراسينج يستعيد الكرات بشكل سريع. سيرج سعيد أيضا على رمية التماس عم يفتش عن لسينا سورو. بالفعل بيلعبها للسينا سورو. سورو عم ينطلق لسينا سورو مع عباس كان عم يلعب كره عرضيه باتجاه عدنان ملحم بتمر عن الجميع لكن محظوظ العهد مره جديده. الكره عم تنقطع مع علي فياض ايضا مع حسين الزان. علي فياض عم يحاول يمر لكن المرور ممنوع على حسين الزان. ممتاز جدا ظهير الايمن، ظهير ايمن منتخب لبنان مره جديده عم يثبت نفسه بمركزه. حسن شعيطو موني هالمره العهد هن بالهجوم بيلعب الكره اماميه باتجاه طارق العلي اللي عم يرتد شوي للخلف وعم يترك مكان بالهجوم لعلي بزي مع محمد مطر اللي كاد يخطئ بهالكره امامه لاونيكا ورمي التماس ايضا لمصلحه العهد. حسين عواضه على الجهه اليمنى، عواضه بيلعبها لحسن شعيطو. لا شك انه لاعبي على العهد بده يعتمدوا على مهاراتهم بهاللحظات، ارتداد لاعبي الرسق للخلف وتشكيلهم حائط اذا فينا نقول سد عالي امام هجمات العهد بحتم على لاعبي على العهد يعتمدوا على مهاراتهم الفرديه للاختراق. مع حسن شعيطو ايضا محاوله لتبادل الكره مع علي بزي لكن طويله الكره لحسن حسين. مع تبديل ثالث بهاللحظات عم يتحضر من ناحيه فريق العهد مهدي عطوي عم يتحضر للدخول. طارق حلوم بيلعب هالكرة لسيرج سعيد. سيرج عم يسقط والحكم عم بيقول في خطأ لمصلحة سيرج سعيد. طبعا الخطأ يسمح بإجراء التبديل الثالث للعهد. طارق العلي هو اللي خرج من الميل الثاني من الملعب ومهدي عطوي هو اللي دخل. ما بدهم يضيعوا وقت لاعبي على العهد، تبديل سريع. أيضا طارق العلي يلي يبدو أنه مصاب عم يمشي بصعوبة حاليا بالميل الثاني من ارض الملعب. الكرة مقطوعة ايضا من الراسك مع عدنان ملحم اللي عم يحاول يسدد من بعيد لكن تسديدته ضعيفة جدا بين ايدي وحيد فتال. حسن حمود عم يتقدم، الهجمات الأخيرة ممكن تكون للعهد. حسن شعيطو، حسين دقيق بحاول يلعبها لحسين عواضة، بعيدة جدا الكرة عن عواضة وبتروح إلى رمية التماس. ما في شيء بيتمناه الراسينج اكثر من انه العهد يواصل هالارباك يلي عم بيعيشه تحديدا بخط الوسط. يلي عم يخليه يضيع كثير من الكرات. مع الكرة ايضا محمد مطر عم يشتت الكرة بتوصل للاسينا سورو. لاسينا عم يحاول يتبدلها مع علي فياض. لاسينا بينجح بخطف الكرة. ممتاز جدا اللاعب العاجي لسينا سورو عم يتقدم، خطير جدا لسينا سورو. شو ممكن يعمل لسينا سورو؟ عم يمرر كره بينيه جميله جدا لسيرج سعيد. سيرج سعيد ممكن يلعب كره عرضيه، ممكن يكون خطره للراسك، ممكن يشوف الهدف الثالث. لا سيرج سعيد سيئه جدا هالكره كانت منه بشكل غير متوقع. الجناح الايمن للراسك عم يلعب الكره مباشره الى خارج الملعب. طارق حلوم ايضا عم يحاول يتقدم لكن عباس عطوي مع التدخل عم يحصل على رمية التماس. اونيكا بنفذ رمية التماس باتجاه مهدي عطوي بايد الكرة سريعا لاعب رقم 30.
مهدي عطوي ايضا من اللاعبين الواعدين بصفوف العهد. حسين دقيق، حسين الزين، حسين الزين عم يتقدم بهالكره، شو رح يعمل بالكره؟ بيلعبها باتجاه علي بزي، علي بزي عم يحاول يدخل، عم يسقط علي بزي على ارض الملعب، الحكم عم بيقول ما في شيء. اللاعب عم يتابع مع عدين ملحم ايضا يلي عم يتلقى هالكره بمراقبه ديالو. عدين ملحم عم يلعب الكره فنيه جميله جدا بكعب قدمه، لكن حسين دقيق كان موجود بالمكان المناسب لقطعه. وحيد فتال ايضا، حسن حمود، حمود بحافظ على كرته بعيد على الخلف لعند عباس عطوي، شعيته دقيق، مهدي عطوي هالمرة، عباس عطوي بيلعب كرة طويلة باتجاه حسين عوضة، لكن مرة جديدة، مرة جديدة العهد عم يخسر الكرات ورمي التماس لمصلحة الراسينج. يعني من المفضل انه العهد ما يخسر هيك كرات، وخصوصا بهاللحظات من المباراة، لأنه الراسينج عم يستفيد. الدقائق كلها اللي عم بتضيع لمصلحة الفريق الأبيض مع حسن شعيط، وممكن خطورة حسن شعيط عم يدخل لداخل المنطقة، لكن الطابة عم تطول عنه، عم تطول الكرة عن حسن شعيط ومقطوعة مرة جديدة من الراسينج. حسين دقيق، لسينا سورو، سورو بالهجمة المرتدة بيلعبها لعلي فياض، علي فياض على الجهة اليسرى، أمامه مساحة علي فياض عم يحاول يلعب الكرة العرضية باتجاه عدنان ملحم، مقطوعة مرة جديدة، علي فياض لعبان من الراسينج، وخطأ أيضا لمصلحة العهد. عدنان ملحم هو اللي عم يرتكب الخطأ لمصلحة حسن حمود. كل لاعبي العهد عم يرتدوا للهجوم، هيدا الأمر يعني عم يسمح للراسينج ببناء الهجمات المرتدة وأنه يكون مرتاح أيضا بشكل أو بآخر مع الهجمة أيضا على أجهة اليمنى خطيرة جدا، ممكن نشوف هدف تعادل. حسن حسين هو اللي عم يحرم العهد من هدف التعادل. علي بزي كان قريب جدا من إصابة الشباك من تسجيل هدف تاني للعهد، مع الكرة أيضا العرضية مقطوعة من عدنان ملحم هالمرة ورمي التماس لمصلحة العهد، رح نشوفها أكيد بالإعادة. هالفرصة كانت خطرة جدا من علي بزي، والإنجاز كان من حسن حسين حارس الراسينج، مع الكرة أيضا على الجهة اليمنى. استبسال بالدفاع بهاللحظات من لاعبي الراسينج اللي كلهم عم يرتدوا للخلف للمشاركة بالمهمة الدفاعية بالإعادة. الكرة عن الجهة اليمنى وصلت لعلي بزي اللي تخطى محمد بطر وسدد وحسن الحساكة بالمكان المناسب. ردة فعل جيدة من حارس مرمى الراسينج يلي أبعد هالكرة وحرم بالتالي فريق العهد من إدراك التعادل. أيضا الكرة أمامية من طارق حلوم باتجاه عباس كنعان، عباس بيقطع الكرة، مهدي عطوي بيسيطر عليها بطريقة جيدة جدا، مهدي عطوي بيلعب كرة أمامية مقطوعة من علي حمية، كرة أيضا باتجاه حمية، العهد بيحصل على الكرة مجددا، مهدي عطوي لعباس عطوي، حسين عوادة، عوادة بيحاول يلعب كرة طويلة باتجاه علي بزي، صعبة جدا كانت هالكرة على علي بزي، والحكم علي سرحال عم يرفع راية التسلل، تسلل ايضا على علي بزي. نشوف بالاعاده يعني هالكره والطريقه المستغربه اللي سيرج سعيد لعب فيها الكره فوق مرمي لوحيد فتال، ما بعرف اذا ارضيه الملعب ما ساعدت لاعب الراسينج بهالحاله. على كل حال العهد هو اللي عم يهاجم بهاللحظات مع مهدي عطوي ايضا، مهدي 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 عم يسدد كره، يعني خادعه جدا هالكره ومباغتة جدا لكن ضعيفة إلى جانب مرمى لحسن حسين. هيدا مهدي عطوي من اللاعبين الشبان أيضا يلي شفناهم بتشكيلة فريق العهد بالفترة الأخيرة، مهدي عطوي، يوسف صالح، حسين الدر، حسين الزين، مصطفى بيضون أيضا، عدد من اللاعبين الشبان يلي عم يطلعوا للفريق الأول ويلي عم يثبتوا نفسهم
بالمباريات مع فريق العهد. بطبيعة الحال العهد بيعتمد غالبا على مدرسته، ما أجرى تعاقدات هالموسم العهد، عم يعتمد على اللاعبين الموجودين مع الكرة أمامي باتجاه لسينا سورو، لكن الحكم عدنان عبد الله عم يقول في تسلل أيضا وعم يرفع رايته. عباس عطوي أيضا الكرة مع أونيكا، بيلعب الكرة أمامي باتجاه مهدي عطوي، كمان عم يخسر الكرة. يعني محمود عم يشوف العديد من الكرات اللي عم يخسرها فريق العهد بشكل غير متوقع. بعد ما كان يعني ميزة فريق العهد بالشوط الأول هو تبادل الكرات، هو بناء الهجمات. يعني كما يقال بالشوط الثاني هو شوط المدربين، ويظهر انه لبورقالا له كلمه بالشوط الثاني وله بصمه بالشوط الثاني. 2-1 اذا النتيجه، والعهد لا زال عم بيحاول من اجل معاده النتيجه، يعني خساره المباراه، خساره النقاط الثلاثه، ليش لا، ممكن انه العهد يقدر انه يكسب نقطه من اللقاء، وخاصه نحن على مشارف نهايه الشوط، على مشارف نهايه المباراه، هناك اقل من 4 دقائق على نهاية اللقاء، ولا زالت النتيجة لمصلحة فريق الرسنج مع الكرة العهدوية، والمحاولات لعد الوقت لا زالت قائمة مع موني. موني بيلعب كرة أمامية بتنقطع من زهير مراد. شوف المجهود اللي كان يعني عم يعمله عدنان ملحم بمباراة اليوم، يعني بخط الهجوم ما بخط الدفاع. أيضا الكرة عهدوية مع أونيكا، بمر بطريقة ممتازة أونيكا، بيلعب كرة لعند مهدي عطوي اللي بيحاول المرور، بيحافظ على كرته، لما كرته بتنقطع بتعود لعند حسين دقيق. حسين دقيق بوسط ملعب، ممنوع الخطأ من هالمكان يا حسين، بالوقت اللي عدنان ملحم بيحاول يحصل على الكرة، إنما حسين دقيق كرته الأمامية والمحاولة العهدوية لكل الكرة لداخل منطقة الجزاء، وأيضا المحاولة شو عم يعمل أونيكا داخل منطقة الجزاء، كان صاحب الرقم 10 على مسافة قصيرة جدا من تسجيل هدف التعادل لمصلحة فريق العهد. يعني ياما فعلا أونيكا من هالمكان قدر انه يسجل الأهداف لمصلحة فريق العهد. هيدي كراته لأونيكا، وخاصة كرات الساقطة والتسديد على الطاير، خبرة كتير كبيرة للرقم 10 أونيكا. وطارق علي الموجود على مقعد احتياطه، بالتأكيد طارق علي يمكن منه مبسوط من أجل تبديله باللحظات الأخيرة. فعلا التبديلات الثلاثة اللي أجراها مدرب فريق العهد بالشوط الثاني، ما بعرف شو كان تأثيرها على تشكيلة فريق العهد. على كل الأحوال مع متابعة المباراة، حسن حمود الرقم 13 كرته لعند حسين عواضة، ما شفنا منه الكثير اللي سينه بالشوط الثاني، بمر كرته لعند علي بزي صاحب الرقم 7، محاولات علي بزي بهالوقت بيحافظ على كرته، كرته أيضا لعند حمود، أيضا لعلي بزي، خطيرة المحاولة العهدية، ممكن هدف تعادل ليش لا، إنما كرة بتتخلص باللحظة الأخيرة من زهير مراد، ولا زالت الكرة عهدوية، والكرة الخاطئة كانت من حسين عواضة، توصل الكرة لعند طارق حلوم، حلوم كرته للأمام إلى خارج أرض الملعب، رمي التماس لمصلحة فريق العهد. عباس كنعان، حسين دقيق، الدقيقة 89، حسين دقيق مع المحاولات لمصلحة فريق العهد. موني بتقدم بقى الكرة، موني بيحاول يمر، بيلعب تمريرة أمامية بتنقطع كرته، كل الكرات بتنقطع من هالمكان، هي خطيرة جدا لمصلحة فريق راسك بالهجمات المرتدة مع لسينا سورو، أيضا لعند عدنان ملحم. شوفوا هاللياقة البدنية العالية عند صاحب الرقم 14 عدنان ملحم، كرته خاطئة إلى الأمام وسهلة بين يدي حارس مرمى العهد وحيد فتال، اللي بيلعب الكرة لعند حسن حمود بسرعة مع 4 دقائق من الوقت المحتسب بدل عن ضائع أمام العهد من أجل تعديل النتيجة، أمام الراسك من أجل الصمود والفوز بالمباراة والحصول على النقاط الثلاثة، ليش لا، كل الإمكانات موجودة عند القلعة البيضاء، سندباد الكرة اللبنانية، ممكن العهد هالوقت، ممكن العهد، ليش لا، هدف تعادل، تتخلص الكرة من حسن حسين، حسن حسين يبقي النتيجة على حالها، حسن حسين حارس مرمى الرسنج اللي تألق بالموسم الماضي، عم يتألق مع بداية هالموسم مع فريقه. وشوفوا هالمحاولة العهداوية، الكرة كانت بمنتهى الخطورة، وصلت لعند علي بزي، سدد وكان بالمكان المناسب حسن حسين لا يخلص كرته لعلي بزي، لا يبقي النتيجة على حالة بالوقت، بالوقت لعلي حمية موجود على أرض الملعب يتعرض للإصابة بالكرة الأخيرة، هو تضييع وقت من علي حمية، وهذا أمر يحق لي أي لاعب على أرض الملعب بظروف طبيعية، إضاعة بعض الوقت وامتصاص فورة الفريق الآخر، وهذا الأمر يمكن اللي عم يعمله علي حمية. يعني بالمناسبة أيضا هناك ملعب صيدا له إحصاءات خاصة بتاريخ لقاءات الفريقين، الفريقين اللي كانوا تعادلوا مرة واحدة على هالملعب نتيجة تعادل 1-1 كانت موسم 2011-2012.
بموسم 97-98 العهد فاز 1-0، بموسم 2009-2010 العهد فاز 3-1، وبموسم 2011-2012 أيضا العهد كان فاز 3-0، أيضا كان فاز 3-0 على فريق الرسينج. يعني 3 انتصارات لفريق العهد وتعادل 1. الرسينج لم ولن يفوز على ملعب صيدا بتاريخ لقاءات الفريقين على هالملعب. هل سيكون الفوز الأول للرسينج على هالملعب أو سيكون التعادل الثاني بين الفريقين؟ سنتابع بالدقائق المتبقية من الوقت المحتسب بدل عن ضائع. مع الكرة الأمامية، كرة بتنقطع إلى خارج أرض الملعب، رمية تماس لمصلحة فريق العهد، رمية تماس لمصلحة العهد بهالوقت. مع الكرة تتنفذ داخل منطقة الجزاء، تتخلص الكرة لمنتصف الملعب، موجود ديالو، ديالو عدنان ملحم بالوقت لعودة حسن حمود، يعيد الكرة إلى وحيد فتال، أيضا لديالو، ديالو بتقدم بها الكرة بالتأكيد. الكرات الطويلة، اختصار المسافات بهالوقت، ما في أي وقت يضيعوا لاعبي فريق العهد، إنما تأخروا بشكل كتير كبير لاعبي العهد من أجل تعديل النتيجة. يعني حلم النقاط الثلاثة عم بيضيع على الفريق الأصفر، وبفصل الخريط بكل تأكيد الأوراق الصفراء عم تتساقط على ملعب صيدا. بالوقت لديالو بيلعب الكرة الأمام، دخلنا بالدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل عن ضائع. الدقيقة الثالثة فعلا يعني شربل مع الكرة أيضا الأمامية باتجاهه لمهدي عطوي، مهدي عطوي خطر جدا، وركلة ركنية لمصلحة العهد. يعني فعلا العهد ما عم يمل من الهجوم، كيف بده يمل وهو متأخر 2-1؟ مع الكرة أيضا محاولة عهدوية جديدة باتجاه عباس عطوي، أونيكا، أونيكا أيضا، حسين عوادة، عوادة على الجهة اليسرى. يعني حسين عوادة منه بمستواه أبدا اليوم، مش هيدا المستوى اللي عودنا عليه سينو. مع طارق حلوم أيضا عم يحافظ على كرته، طارق حلوم الأكيد أنه مجهود كبير عمله طارق حلوم اليوم، وكل لاعبي الرسينج بالدفاع. صحيح أنه العهد كان الطرف الأخطر هجوميا، لكن الرسينج يحسب له الطريقة الدفاعية الجيدة والمستوى المميز لدفاعه بمشاركة كل اللاعبين، وهذا الأمر عم نشوفه حاليا. تكتل، تكتل الرسينج بالخلف عم يخلي النتيجة لمصلحة القلعة البيضاء. الرسينج 2 العهد 1، بانتظار صافرة نهاية المباراة من الحكم جميل رمضان. مع الكرة الأمامية أيضا باتجاه حسن شعيطو، عم يحاول يخترق المنطقة مرة جديدة، عم يعتمد على مهاراته الفنية. حسن شعيطو وحسن حسين يلي عم يلتقط هالكرة، بكرة طبعا رح تكونوا معنا مباشرة أيضا من المدينة الرياضية ومباراة النجمة والتضامن صور الساعة